أصحاب السعادة، نائب المفوض السامي، السيدات والسادة، أعلن افتتاح الاجتماع الأول من الدورة الاستثنائية 36 لمجلس حقوق الإنسان. قبل الشروع في أعمالنا، اسمحوا لي أن أعرج على بعض المعلومات الفنية. طلب عقد دورة استثنائية للمجلس بشأن أثار النزاع الجاري في السودان على حقوق الإنسان تلقيناه في 5 مايو 2023. طلب قدمه الممثل الدائم للمملكة المتحدة بمعية الولايات المتحدة والنرويج وألمانيا، ودعمته 19 دولة عضوة في المجلس، ألا وهي الأرجنتين وبلجيكا وشيلي وكوستاريكا وتشيك وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا وكيرغيزستان وليتوانيا ولوكسمبورغ والمكسيك ومونتينيغرو والباراغواي ورومانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. وحظي هذا الطلب بدعم 37 دولة مراقبة، ألا وهي ألبانيا وأستراليا والنمسا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكولومبيا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وجمهورية الدومينيك والإكوادور وإستونيا واليونان والمجر وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين ومالطا وموناكو ومملكة هولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وبيرو وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا واليوروغواي. وفي 5 مايو وعملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 5.1، أرسلت الأمانة طلب عقد دورة استثنائية إلى كل الدول الأعضاء، وعممت المعلومة أيضا على الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية الأخرى والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا للنظام الداخلي للمجلس. التسجيل الإلكتروني على قائمة المتحدثين بدأ يوم الثلاثاء 9 مايو على الساعة 10 صباحا وانتهى يوم الأربعاء 10 مايو على 6 مساء. مدة الحديث 2:30 لأعضاء المجلس و 2:30 للدول المراقبة و الأطراف الأخرى. وكما أشير إليه في مشاورات أمس، قرر المكتب أن يقدم في 8 مايو موافقته على طرائق العمل في الدورة الاستثنائية، وقد ضمنت في الملحق وعممت إلكترونيا يوم 8 مايو، هي نفس الطرائق التي ستنسحب على الدورة العادية للدورة 52 للمجلس. وأقترح عليكم إعمال هذه الطرائق على الدورة الاستثنائية 36 وعدم اعتبارها سابقة. هل من مداخلات بشأن طرائق العمل؟ كلا. هل لي أن أعتبر إذن أن المجلس يوافق على طرائق العمل المقترحة والتي تنسحب على الدورة الاستثنائية 36 في ظل الظروف الحالية؟ ما من اعتراض، تقرر الأمر على هذا النحو. أصحاب السعادة المندوبون الموقرون، أذكركم بضرورة احترام مدة الحديث، ويرجى منكم تلاوة بياناتكم بسرعة معقولة ليتمكن التراجمة من مزاولة عملهم كما يجب. وأغتنم هذه الفرصة لأطلب منكم التعاون لإجراء هذه الدورة في ظل الاحترام، وأدعوكم إلى احترام الصياغة والمصطلحات المعمول بها في الأمم المتحدة. أعطي الكلمة للسيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، ليدلي ببيان عبر الفيديو.
Mr. President. سيدي الرئيس أصحاب السعادة المدوبون المواقرون، قبل 4 أعوام بث الشعب السوداني الأمل في قلوب الملايين في العالم. في 11 من أبريل/نيسان 2019 احتجاجات شعبية وضعت حدا لعقود من الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان، بعد وضع حد للنظام الاستبدادي لعمر البشير. فالنساء والشباب كانوا في الطليعة مطالبين بالحكومة الرشيدة وبعقد اجتماعي جديد بين الدولة والشعب، الاستناد إلى الديمقراطية والحرية والعدالة والاستفادة المنصفة من عوائد التنمية. وهذه الحركة الملهمة تلتها إصلاحات معتبرة، ولكن الانتقال المنشود إلى حكم مدني وإلى الديمقراطية تهاوى في أكتوبر 2021 بعد انقلاب قام به الفريقان البرهان وداغالو. في الشهر المنصرم اندلعت اشتباكات بين هذان الرجلان، مما أغرق هذا البلد الذي عانى الأمرين في كارثة منذ 15 من أبريل/نيسان، ما لا يقل عن 487 مدنيا قتلوا، خاصة في الخرطوم، الجنينة، نيالة والعبيد. والأرقام الفعلية أكثر ارتفاعا، أكثر من 154 ألف شخص فروا من البلد، وما يقدر ب 700 ألف نزحوا داخل الحدود السودانية، وهم من يعانون من تداعيات النزاع ومن أوضاع خطرة. في الخرطوم اشتباكات بين القوتين المسلحتين والقصف والضربات الجوية تمت في مناطق مكتظة بالسكان، والملايين يعانون للوصول إلى الغذاء والوقود والعملة. في أرجاء دارفور وفي منطقتي النيل الأزرق وكردفان، العنف بين الجماعات العسكرية قد أدى إلى مواجهات إثنية أو قبلية. وفي غرب دارفور 100 شخص قتلوا والآلاف نزحوا، وذلك بعد أعمال عنف بين ما يسمى بالعرب والمصاليط والموليين لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. والنظام الصحي في السودان تضرر بشكل كبير، ب17 هجمة طالت المنشآت الصحية و القوات العسكرية التي تشغل هذه المباني، وتم جرح الكثيرين بما في ذلك النساء في قسم المواليد. وسنوات من التنمية تأتت بشق الأنفس قد نسفت، وتم الإضرار بالمياه والكهرباء والبنى التحتية للمواصلات، وثمة نهب لمكاتب المنظمات الدولية وغير الحكومية والشركات والممتلكات الخاصة، مما يعيق عمليات المساعدة الإنسانية التي أبقت الملايين على قيد الحياة وبصحة جيدة. مشاريع برنامج الغذاء العالمي، إذا ما توصل النزاع فلن تصل إلى 2.5 مليون شخص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والذين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في غضون 3 إلى 6 أشهر المقبلة، مما يرفع المجموع إلى 19 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، و50 ألف طفل يعانون من انعدام التغذية المزمن وفقا لأوتشا ودينو. هذا العنف الغاشم من الطرفين اللذين يعيقان القانون الدولي الإنساني ومبادئ التمييز والتناسب واليقظة. وقد قام الجيش السوداني بشن هجمات في مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك القصف الجوي، والأسبوع المنصرم أبلغ عن هجمة طالت حرمة مستشفى في شرق النيل في الخرطوم، مما أدى إلى قتل مدنيين. وقوات الدعم السريع أبلغ عن شغلها للعديد من المباني في الخرطوم كقواعد عملياتية، وطردت السكان لشغل تلك المباني، وهذه التكتيكات تعرض المدنيين للخطر. تلقينا العديد من الإبلاغات عن العنف الجنسي الذي يرتكبه الرجال المرتدون للزي النظامية. لابد وأن نضع حقوق الإنسان في الاتفاق المستقبلي. قبل 6 أشهر زرت السودان، وكانت أول مهمة لي، ولابد وأن نوصل إلى
المسؤولين عن الانتهاكات الماضية، واليوم ما يجري يدمر آمال وحقوق العديد من الأشخاص. من الضروري أن يقوم الطرفان بالالتزام بعملية سياسية شاملة وسلام متفاوض عليه. والمحادثات الحالية في جدة تركز على وقف إطلاق نار، ولابد وأن تكمل بالتزامات من أجل هدنة إنسانية تتيح توصيل المساعدة الإنسانية للمدنيين والتمكين من عبورهم في مناطق الأعمال العدائية والحماية من أعمال النهب. ومن الضروري أن يمتد ذلك أيضا إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان. وإلى حد الساعة وبالرغم من الجهود الدبلوماسية الحثيثة خاصة على مستوى الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، فإن قادة الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع لم يتفقوا على التحادث لوضع حد للأعمال العدائية. ونحن قد تأثرنا بشجاعة الشعب السوداني وصموده الذي يطمح إلى العدالة والحرية، فهذا البلد أساسي لمستقبل أفريقيا. وفي حين أن النهرين النيل الأزرق والأبيض يتشابكان ويلتقيان، فنرى بأن السلام في القارة ضروري، وأدين الأعمال التي طالت المدنيين وانتهكت حقوقهم. لابد للأطراف أن تحمي حقوق المدنيين وأن تمتثل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وإذا ما كنا لنستقي درسا من هذه الأزمة المأساوية، فهو الحاجة الملحة إلى ترتيبات انتقالية تستند إلى الالتزام بالمساءلة وعدم التمييز والمشاركة ليكون السلام مستداما ومستقرا لأنه عادل. سيد الرئيس دعا المجلس إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية ليعرب عن انشغاله حيال حقوق وأرواح الشعب السوداني، وأغتنم هذه الفرصة لتشجيع الدول النافذة في المنطقة إلى استكشاف كل السبل الممكنة لتسوية هذه الأزمة. ختاما أحيي طاقمي وخاصة الطواقم الوطنية التي تأثرت بشكل مباشر بأعمال الاقتتال، وأعرب عن تضامني الكبير مع الشعب السوداني. وشكرا، شكرا جزيلا للسيد المفوض السامي. والآن أعطي الكلمة للسيدة تلالينغ موفوكينغ رئيسة اللجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، وستنضم إلينا عبر زوم. لك الكلمة سيدتي. سيدي الرئيس، المندوبون الموقرون، أتشرف بمخاطبة المجلس اليوم بالنيابة عن لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة. نرحب بعقد هذه الدورة بشأن أثار النزاع الدائر في السودان على حقوق الإنسان، كما أشير إليه في البيان المشترك الذي صدر هذا الصباح من قبل حاملي الولايات بما فيهم أنا. فقد تابعت الإجراءات الخاصة تطور الأوضاع في البلد عن كثب، وأعرب عن انشغالات بشأن محنة الشعب السوداني. وضع حقوق الإنسان في السودان خضع للمتابعة من قبل الإجراءات الخاصة على مدار سنوات، خاصة بين 1993 و2020. الأزمة في السودان اندلعت بعد اشتباكات بين القوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وتجاوزت 3 أسابيع الآن. وخلال هذه الفترة نساء ورجال وفتيات وفتيان أبرياء تحملوا تداعيات النزاع بما في ذلك المصاعب، وتعرضوا لتهديد لحمايتهم، والوضع لا يزال مترديا ويستحق انتباها مستعجلا. منذ بداية الأعمال العدائية عدد كبير من الأرواح قد فقد، والمئات قد قتلوا والآلاف جرحوا بما في ذلك الأطفال الأبرياء. وتداعيات الأزمة أرغمت مئات الآلاف على البحث عن ملجأ، وآخرون
نزحوا قسرا من ديارهم، وللأسف المدنيون السودانيون يبحثون عن الأمان ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني، ويحرمون من الغذاء والمياه والرعاية الصحية بما في ذلك حقوق الصحة الإنجابية والغذاء والسلع الأساسية الأخرى، كما وأن انقطاع خدمات التواصل زادت الطين بلة. وبنظر إلى هذا التوتر، العديد من الأفراد وقعوا في شرك المناطق المأهولة في الخرطوم، بحري، أم درمان، وأيضا قرى أخرى في دارفور وشمالي كردفان، في ظل غياب الكهرباء وندرة الرعاية الصحية والخدمات الأساسية وتناقص المياه والغذاء والأدوية، فلا يسعهم أن يواجهوا انعدام اليقين هذا في ظل تواصل النزاع. وما يثير انشغالنا رفاه وأمان النساء والأطفال وذوي الإعاقة والأشخاص المسنين، وإذ تفر الأسر من الأعمال العدائية فهي تواجه الواقع المر، أي تفكيك شملهم، الأمر الذي ينذر بتنامي انتهاكات حقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري، كما وأن القدرة على رصد الوضع وتوثيقه على أرض الميدان قد تعذر بسبب استهداف الصحفيين وأعمال التضييق والتهديد التي واجهها المدافعون عن حقوق الإنسان، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان في كل من دارفور والخرطوم، وأدى الوضع إلى حجب المعلومات. سيدي الرئيس، قبيل الأزمة كان يعد السودان 3.7 مليون نازح داخلية في البلد، و للأسف إن تقديم المساعدة الغذائية والبنى التحتية والخدمات المنقذة للحياة خضعت لهجمات عشوائية ومتعمدة، مما أضر بأمان الطاقم الإنساني والصحي وأعاق جهودهم. وبالرغم من عمل المنظمات الإنسانية لتوسيع نطاق عملياتها، فإن النزاع الحالي يضر بتقديم الغذاء والمواد الأساسية الأخرى. لابد من التعامل على نحو المستعجل للأزمة الحالية، ولابد من حماية حقوق الأفراد، وأن نعيد بسط الخدمات الأساسية ولا سيما الوصول إلى الرعاية الصحية وضمان أمن وأمان الأفراد المتضررين بالأزمة. سيدي الرئيس، كما أشير إليه في البيان الذي أصدرته الإجراءات الخاصة أمس بشأن هذا الوضع، ندعو الأطراف إلى وضع حد للأعمال العدائية بدون انتظار، والتخفيف من التصعيد، وتهيئة بيئة ملائمة لاستئناف مساعد إنسانية بدون عوائق. وهذه الخطة أساسية من أجل التخفيف من المعاناة الكبيرة للأفراد المتضررين بالنزاع من خلال توفير حماية منقذة للأرواح، ويمهد ذلك السبيل للتنمية المستدامة. وندعو الأطراف المتحاربة إلى تحمل مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي وضمان سلامة المدنيين والبنى التحتية المدنية على غرار المدارس والمستشفيات، والالتزام علنا ب حماية الطاقم الإنساني والمنشآت والموارد الإنسانية وضمان الوصول إلى المساعدة والدعم. وندعو كل الدول إلى فتح حدودها للسماح بدخول من يبحثون عن ملجأ، وعدم إعادة السودانيين، وتوفير حماية ومساعدة إنسانيتين لمن يفرون من السودان بما في ذلك النازحين داخليا في الحدود السودانية. وندعو الدول جميعها إلى تسخير الموارد اللازمة للدول المجاورة ومساعدتها على احتواء تدفق الأفراد من السودان. وختاما ندعو إلى الشروع في تحقيقات محايدة ومستقلة بشأن الخسائر في الأرواح وحالات الجروح وسوء المعاملة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق الموظفين الإنسانيين والصحيين ومدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والهجمات التي طالت البنى التحتية،
نحن مستعدون للعمل مع المجلس والمفوض السامي والخبير المعين لرصد الوضع وتقديم المعلومات بشأن ما يدور على أرض الميدان. وشكرا، شكرا جزيلا لك سيدتي على مداخلتك. الزملاء الأعزاء، أقفلت لائحة المتحدثين والآن سنصغي إلى البلد المعني. أعطي الكلمة لمندوب السودان الموقر، لك الكلمة سيدي، 5 دقائق. مايكروفون بليز. مايكروفون للمتحدث رجاء. شكرا جزيلا السيد الرئيس. أرجو في مستهل البيان أن أترحم على أرواح كل الذين سقطوا ضحايا المواجهات العسكرية في بلادي منذ تمرد قوات الدعم السريع في 15 من شهر أبريل المنصرم، مع الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل. سيد الرئيس، أبدأ أولا بتوصيف ما يجري في السودان. لقد برز موضوع دعم قوات الدعم السريع في الجيش الوطني وهو القوات المسلحة السودانية كأحد أكبر تحديات الفترة الانتقالية، خاصة بعد توقيع اتفاق جبل السلام في 3 أكتوبر 2020 وانخراط حركات الكفاح المسلح في عمليات الإدماج وفقا لبروتوكول الترتيبات الأمنية ومبدأ الجيش الوطني الواحد، كما هو الحال في كل بلدان العالم. لكن للأسف ظل موضوع الإدماج بندا مرحلا إلى أن تجلت الحقيقة في تمرد صارخ في صبيحة 15 من أبريل المنصرم، عندما استيقظت الخرطوم على وقع هجوم عسكري شامل من القوات المتمردة استهدف كل المرافق الاستراتيجية في الخرطوم، القيادة العامة للجيش، بيت الضيافة، مقر إقامة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مطار الخرطوم، ومقر الإذاعة والتلفزيون. مع ذلك تزامنت هجمات على كل المطارات والمرافق الحيوية في ولايات السودان الأخرى. السيد الرئيس، إن ما يجري في السودان هو شأن داخلي، وما تقوم به القوات المسلحة السودانية هو الواجب الدستوري للجيوش في كل دول العالم. أكرر، إن ما تقوم به القوات المسلحة السودانية هو الواجب الدستوري للجيوش في كل دول العالم. إننا إذ نشكر لهذا المجلس اهتمامه ومتابعته الدؤوبة للتطورات المؤسفة الجارية في السودان، نؤكد في ذات الوقت أن موقفنا من هذه الجلسة الخاصة ومن أي ناتج عنها يستند إلى ما يلي. أولا، ودون ما انتقاص أو مساس بالأولوية المطلقة التي توليها حكومة السودان لحماية وتطوير حقوق الإنسان، إلا أنه وفي ظل هذا الظرف العصيب الذي تشهد فيه العاصمة الخرطوم اشتباكات مسلحة وسقوط مستمر للضحايا والجرحى، فإن الأولوية سيد الرئيس، الأولوية الملحة هي تحقيق وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح أولا. وهذا يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جعل الحق في الحياة متقدما على كل الحقوق الأخرى، ثم تأتي بعد ذلك المسارات المهمة الأخرى. ثانيا، هناك جهود إقليمية جارية ومبشرة بإمكانية تحقيق وقف إطلاق النار والهدنة، وقد تابعتم جميعا المفاوضات الجارية الآن بمدينة جدة بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية، وقبلها المبادرة الكريمة لهيئة إيجاد التي قررت إيفاض أصحاب الفخامة رؤساء كل من جنوب السودان، جيبوتي، كينيا إلى السودان بهذا الخصوص، وهي مبادرة مدعومة أيضا من الاتحاد الأفريقي والآلية الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة وبريطانيا، وهي أيضا مبادرة مبشرة وتتسق تماما مع مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية. لذلك سيد الرئيس، فإن المطلوب هو إفساح المجال وإعطاء الوقت لهذه الجهود الإقليمية الجارية وعدم تجاوزها أو التأثير سلبا عليها. ثالثا، إن موضوع السودان منذ تمرد قوات الدعم السريع في 15 من أبريل المنصرم ما زال قيد النظر لدى مجلس الأمن بوصفه الجهاز القائم على صيانة الأمن والسلم الدوليين، وقد عقد المجلس حتى الآن 3 جلسات بشأن السودان، كان آخرها مشاورات الأمس
تحت بند ما يستجد من أعمال، وما زال موضوع السودان قيد النظر والتداول الآن في مجلس الأمن. رابعا، إن السودان مدرج أصلا ضمن أجندة مجلس حقوق الإنسان، وهناك جلسة مقررة مسبقا بشأن السودان في يونيو المقبل ضمن أعمال الدورة العادية 53 بشأن السودان، ويفصلنا عن شهر يونيو المقبل أقل من 3 أسابيع. إذن فلماذا الاستعجال والاندفاع بعقد جلسة خاصة في هذا التوقيت، خاصة أنها لم تحظى بتأييد دولة واحدة من الدول الأفريقية أو العربية التي هي دول الانتماء المباشر للسودان؟ سيد الرئيس، إن حماية حقوق الإنسان وتطويرها ظلت وستبقى في مقدمة أولويات حكومة السودان، وهي بالنسبة لنا أجندة وطنية بالغة الأهمية، وليس مجرد مطلوبات تقوم بها الدولة إنفازا لتفويض آليات حقوق الإنسان الدولية. سيد الرئيس، بالنظر إلى آليات حقوق الإنسان الموجودة الآن في السودان، أولا هناك مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان، وهو المكتب المنشأ بموجب اتفاقية مع حكومة السودان ويحظى بتعاوننا الكامل. الرئيس مقاطعا، نعتذر ولكنك تجاوزت الدقائق 5. نبدأ الآن مع لائحة المتحدثين، واسمحوا لي أن أذكر بأن الوقت المحدد هو 2:35 للدول الأعضاء. شكرا لفهمكم للقواعد التي نحن مضطرون لتطبيقها على الجميع. نبدأ بلائحة المتحدثين من الدول الأعضاء، وأعطي بداية الكلمة للمملكة المتحدة، الكلمة لسعادة أندرو ميتشل وزير دولة للتعاون والكومنولث. شكرا سيدي الرئيس. نقف اليوم تضامنا مع الشعب السوداني. عندما اقترح الراحل كوفي أنان إنشاء هذا المجلس، طلب أن يكون هيئة قادرة على استجابة بسرعة حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح. منذ 15 من نيسان أبريل انغمس السودان في الأزمة، قضى مئات الأشخاص وأصيب بالجروح الألاف. خطر العنف والفظائع المروعة في تزايد، ملايين يعانون نقصا في الغذاء والدواء أو اضطروا للجوء أو ترك منازلهم. الأمين العام قد حذر من أثر ذلك على المنطقة ككل. ليس هناك، ولكن هناك بديل عن النزاع وعن معاناة الناس. رغم الاستيلاء العسكري على السودان في العام 2021، رأينا السودان يسير على مسار الحكم المدني الديمقراطي، وتعاون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لبناء مؤسسات محلية، وكان يحرز تقدما. علينا أن نعكس ما يحصل، خصوصا ما حصل بدءا في من نيسان أبريل. فلنكن نحن في هذا المجلس مترجمين لرؤية السيد أنان، فلنفعل كل ما بوسعنا لإعادة السودان إلى مسار السلم. والآن علينا أن نرسل رسالة موحدة. نشعر بالقلق حال انتهاكات منذ اندلاع هذا النزاع. علينا أن نستعمل نفوذنا لخرق حلقة الإفلات من العقوبة في السودان. علينا أن نوقف ما يحصل. سيدي الرئيس، أعرب عن تقديري لكل من يعمل ليلة نهار مع الأطراف في السودان لإنهاء العنف. الزملاء من الاتحاد الأفريقي، من إيجاد، من جامعة الدول العربية ومن منظمة الأمم المتحدة، إنه لمن الضروري أن تتواصل هذه الجهود، ومن المهم جدا أن تستمر. للزملاء في المجلس، أحثكم اليوم إلى اعتماد مشروع القرار دعما منا لحقوق الإنسان للشعب السوداني، ولكي نعمل معا لإنهاء سريع لهذا النزاع المروع. شكرا جزيلا. شكرا معالي الوزير. نواصل الآن مع لبنان نيابة عن مجموعة من الدول العربية. السيد الرئيس، يشرفني تقديم هذا البيان باسم المجموعة العربية. تتابع المجموعة بقلق تطورات الأوضاع في السودان، وتعبر عن تضامنها الكامل مع السودان وشعبه في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها. تولي المجموعة أهمية قصوى لوقف إطلاق النار وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وترحب المجموعة بكافة المبادرات الدولية والإقليمية الجارية لإنهاء النزاع،
وأحداثها المباحثات الأولية بمدينة جدة في إطار المبادرة السعودية الأمريكية، وتدعو كافة الأطراف السودانية لمواصلة الحوار من أجل حل سياسي شامل يستجيب للتحديات الراهنة ويضع البلاد في المسار الصحيح نحو الانتقال إلى الديمقراطية وسيادة القانون. كما تدعو المجموعة المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار وإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي بين الأطراف وتعزيز الاستقرار خلال الفترة الانتقالية وصولاً إلى إجراء الانتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولية، وتؤكد ضرورة احترام مبادئ السيادة الوطنية للسودان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي ودعم الملكية السودانية للعملية السياسية. تعيد المجموعة التأكيد على موقفها الداعم للسودان بصفتها الدولة المعنية وما أعربت عنه من شواغل حول عقد هذه الدورة ومشروع القرار المطروح، وتشدد على أن المجلس يجب أن يأخذ بعين الاعتبار موقف الدولة المعنية لا سيما عند إنشاء آليات جديدة أو التوسع في ولاية آليات قائمة بالفعل، خاصة في ظل تعاون السودان المستمر مع المجلس وآلياته المختلفة على مدار السنوات الماضية. كما تأسف المجموعة لتحميل مشروع القرار المطروح لغة وموضوعات خلافية لم يتسنى لهذا المجلس تحقيق التوافق بشأنها في السابق، وتتطلب دراستها مزيدا من الوقت والتشاور. هذا وتحس المجموعة مكتب المفوض السامي لتقديم كل أشكال الدعم الفني للسودان من أجل دعم مسيرته في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. شكرا السيد الرئيس. Thank you. Sweden. شكرا. الكلمة الآن للسويد نيابة عن الاتحاد الأوروبي. سيدي الرئيس، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بعميق القلق حول وضع حقوق الإنسان في السودان، فأثر النزاع طال النساء والأطفال والأشخاص في ظروف صعبة بما في ذلك ارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني، وهذا ما يدعونا لعميق القلق. الاحتياجات الإنسانية مرتفعة ومن المتوقع أن ترتفع أكثر من ذلك. الأزمة السياسية واستمرار النزاع قد حدت من الخيارات لاستجابات عملية لهذه الاحتياجات المتزايدة. لهذا الأسباب فإن كافة دول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعمت طلب عقد هذه الدورة. نحن ندين بشدة القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مما يهدد سلامة وأمن شعب السودان واستقرار ووحدة البلاد والمنطقة. ندعو كافة الأطراف إلى كف القتال والأعمال العدوانية من دون أي شروط مسبقة احترام وقف إطلاق النار. ندعو كافة الأطراف إلى حماية المدنيين والامتناع عن الاعتداء على البنى التحتية المدنية بما في ذلك المدارس والمنشآت الطبية والإنسانية. قانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يحترم. يدعو الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف إلى تيسير الوصول الإنساني السريع الآمن ومن دون أي عوائق وحماية المدنيين وتحديدا الأطفال وضمان سلامة العاملين في الشأن الإنساني الطبي والدبلوماسي. فضمان أمنهم هو مسؤولية السلطات. يجب وقف القتال لضمان حمايتهم وضمان المجال لمزيد من الحوار والوساطة. نرحب وندعم كافة الجهود للحوار والوساطة لإنهاء هذا النزاع وتيسير العودة إلى مسار الديمقراطية بما في ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، إيجاد، جامعة الدول العربية، وكذا أيضا مبادرة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب السودان. كافة الجهود يجب أن تحترم تطلعات شعب السودان وصولا إلى مستقبل آمن مستقر وديمقراطي يضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون. على الجهات الخارجية أن تمتنع عن تأجيج النزاع. نحن ندعم عمل المفوضية والخبير المعين في السودان ونعيد التأكيد عن دعمنا الثابت وتضامنها مع شعب السودان، من هذا الشعب الذي قاد ثورة سلمية في العام 2019، وتطلعات هذا الشعب لا تزال مهمة حتى في ظل الظروف الصعبة. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن لفنلندا نيابة عن مجموعة من الدول. سيدي الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذا البيان نيابة عن بلدان شمال الأوروبي. ندعو
القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف أعمال العنف والأعمال العدوانية على الفور والالتزام بوقف لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار السلمي مع احترام كامل لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي. ندعو كافة الأطراف للسماح بالعودة الكاملة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومن دون عوائق وكي يتمكن المدنيين من التحرك بأمام. مع ازدياد التقارير عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في السودان، نشير إلى أثر النزاع على المدنيين وتحديدا النساء والأطفال والأشخاص في الظروف الصعبة والأشخاص الذين يعانون ظروف معقدة كالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. نشعر بالقلق حيال تزايد حالات العنف الجنسي والجنساني وأثر ذلك السلبي على الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق في هذا المجال. أما البلدان المجاورة للسودان فقد شاركت في عمليات إنقاذ الأرواح من خلال استضافة مئات آلاف الأشخاص الذين تركوا البلاد. كلما استمر هذا النزاع وطال، كلما كان أثره مدمرا على الجميع وتحديدا الأطفال. ووفقا لمنظمة يونيسف، على الأقل 190 طفلا قضوا وأكثر من 1700 جرحوا حتى الآن. كما أن الحصول على الخدمات الصحية لإنقاذ الأرواح بما في ذلك برامج التلقيح والتحصين والحصول على المياه وخدمات الأصحاح والغذاء لا تزال في خطر كبير. ندعو كافة الأطراف راجين إلى القيام بكل ما بوسعها لحماية الأطلاف، فهؤلاء الأطفال هم مستقبل السودان. ختاما نرحب بتعزيز ولاية الخبير المعين ومكتب المفوضية كما اقترح في مشروع القرار، فالمساءلة عن الجرائم والانتهاكات في مجال القانون الإنساني الدولي وانتهاكات القانون الإنساني الدولي لا تزال بالغة الأهمية. شكرا جزيلا. شكرا. أعطي الكلمة الآن لعمان نيابة عن مجلس تعاون لدول الخليج. السيد الرئيس، ألقي هذا البيان نيابة عن دول أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. تتابع دول مجلس التعاون بقلق تطورات الأوضاع بالسودان الشقيق، وتعبر عن تضامنها الكامل مع السودان في هذه الظروف الاستثنائية والمرحلة الصعبة التي يمر بها، كما تدعو في هذا السياق إلى التهدئة وضبط النفس وتغريب لغة الحوار وصوت الحكمة وتوحيد الصف والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه. ترحب دول المجلس بالمباحثات الدولية الجارية في مدينة جدة في إطار المبادرة التي تقودها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي نتاج تكاتف دولي بجهود حثيثة مع الشركاء من دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية وهيئة إيجاد، والتي تهدف إلى وصول إلى هدنة ووقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما ترحب بكافة المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق بين القوى السياسية وإعادة الأمن والاستقرار للسودان. السيد الرئيس، تجدد دول مجلس التعاون تأكيدها على أهمية الحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندة السودان في تحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى تشجيع الحوار وإرسال الرسائل التي تساعد على تحقيق التوافق السياسي بين كافة الأطراف وتعزيز الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية، كما تدعو دول المجلس لضرورة التأكيد والتقيد بمبادئ احترام السيادة الوطنية للسودان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي وبملكية السودان للعملية السياسية واحترام رؤيته في هذا الصدد. ختاما، تؤكد دول مجلس التعاون على استمرار دعمها للسودان بما في ذلك مساهمتها الإنسانية والإغاثية وتسهيلها لعمليات الإجلاء، وتشيد في هذا السياق بمساهمات الدول الأخرى والمنظمات الدولية بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، كما تدعو من هذا المنبر لتكثيف الجهود من أجل توفير مزيدا من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لسد احتياجات الشعب السوداني والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية، كما تؤكد من جهة ثانية على أهمية تقديم المكتب المفوض السامي لكافة أشكال الدعم الفني للجهات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان في السودان. وشكرا السيد الرئيس. Thank you. شكرا جزيلا. الكلمة للمتحدث التالي من ألمانيا، المتحدث
حضرة المفوض السامي نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي. وفيما نلتقي من هنا في جنيف اليوم فإن حقوق إنسان شعب السودان تنتهك. هناك نساء وأطفال ورجال من الأبرياء والذين لا نفاذ إليهم لا الرعاية الصحية ولا الماء ولا الغذاء ويفقدون حياتهم. وإن القانون الدولي الإنساني ينتهك بشكل متكرر. وأشكر المفوض السامي على الكلمات الواضحة التي تفوه بها اليوم في هذه القاعة. حقوق الإنسان تنسحب أيضا في حال النزاعات والقانون الدولي الإنساني يجب أن يحترم. ولهذا السبب فإننا معنا مع الفريق الأساسي طلبنا بهذه الجلسة الخاصة وعدد الدول الكبير التي دعم هذه الجلسة يبرهن على أن المجتمع الدولي يتضامن كليا مع شعب السودان ونضاله من أجل الحرية والسلام والعدالة. وإننا نؤيد كل المبادرات التي تقضي في استتباب السلام. وهناك حاجة ماسة إلى عودة السلام. ولكن سأقول شيئا بكل وضوح، إن السلام الدائم واحترام حقوق الإنسان مسائل تمضي يدا بيد. وإن النزاع يطيح بسلامة وأمن واستقرار الشعب والبلد والأقليم بكامله. وإن الوضع الإنساني مريع وهناك خطر المزيد من تصعيد هذا النزاع بوقع أكبر على المدنيين. وبالتالي تحث ألمانيا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين والإعراض عن الهجمات على البنى التحتية المدنية وتيسير النفاذ إلى المساعدة الإنسانية ملح. وفي عام 2009 وقف شعب السودان بوقف ديكتاتورية وكان دائما يصبو إلى سلام ومستقبل يستتب فيه السلام. ولكن هناك أطراف تطيح بهذه الطموحات ويجب أن يعود السودان إلى مسار الديمقراطية. وبالتالي نؤيد جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيجاد والمبادرة السعودية الأمريكية لاستتباب السلام والعودة إلى فترة سلام والعودة إلى الحياة المدنية. واليوم حان الوقت هنا في جنيف للعمل والقرار هو نداء للسلام وحقوق الإنسان. فلنضم صوتنا لنصوت من أجل السلام بموجب هذا القرار وهذا واجبنا تجاه شعب السودان. شكرا جزيلا. الكلمة الآن لأوكرانيا. شكرا حضرة الرئيس. أوكرانيا منشغلة تمام الانشغال بالتطورات الآنية في السودان وذلك بعد نشوب هذا النزاع والذي أدى إلى آلاف مئة الضحايا وآلاف الجرحى. وبدأ ذلك منذ 15 أبريل نيسان وأطاح ذلك بالوضع الإنساني الذي كان هشاً. ووفقا للأوتشا فلقد هناك حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية ولقد تم التعدي على المرافق المدنية والطبية والصحية. وهناك أيضا التدمير لأماكن لجوء والبنى المباني المدنية والمرافق الصحية. ولقد أجلينا أكثر من 100 مواطن أوكراني من السودان في ظروف تواصل فيها النزاع وانعدم فيها التيار الكهربائي والإمداد بالمياه. وإن هذا الوضع المريع من وجهة نظر حقوق الإنسان يستدعي اهتمام المجتمع الدولي بأسره بما في ذلك هذا المجلس. وإننا نؤيد رسائل الانشغال التي عبر عنها أمين عام المتحدة ومفوض سامي لحقوق الإنسان وكذلك الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وعلى الأطراف أن تطبق فورا وقف إطلاق النار وأن تسمح النفاذ إلى المساعدة الإنسانية لظروف مستبقى. وهذا التهويل للشعب السوداني يجب أن يتوقف وجميع المقترفين يجب أن تتم مساءلتهم. ونوجه نداء لجميع الأطراف في السودان لاتخاذ التدابير الفورية لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والإعراض عن العنف والأعمال العدوانية والانتهاكات وشروع بالحوار لتسوية النزاع. ونؤيد كل المبادرات والوساطات الدولية والجهود المبذولة في هذه أقوى. أوكرانيا تركز على أهمية رد المجلس للوضع المتطور لحقوق الإنسان في السودان ونؤيد تمام التأييد مشروع القرار قيد البحث. وعلى هذا المجلس أن يفعل لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني والذي يتوق إلى سلام عادل. شكرا حضرة الرئيس. الكلمة الآن لباراغواي. يقول الرئيس. شكرا حضرة الرئيس. أود في المقام الأول أن نعرب عن أسفنا للوضع الراهن في السودان
وتفاقمه في الأيام الأخيرة، ونحن نقلق للوضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني. ومرة أخرى أن السكان المدنيين هم الذين يعانون أكثر من غيرهم، وبالطبع هناك استخدام متفجرات أطاحت بحياة المئات في الأماكن السكنية، وأطاحت بالمرافق المدنية، ومنعت النفاذ إلى التيار الكهربائي والمياه لملايين الأشخاص. ولذا نحث كل الأطراف على احترام حياة الأشخاص وعدم استخدام الأسلحة واسعة الوقف في المناطق المكتظة من السكان بالسكان والمناطق السكنية المدنية. ويجب أن احترام السيادة الوطنية واحترام حقوق الأشخاص، ونأمل أن السلطات ستفي بالتزاماتها وأن تجري تحقيقات واضحة موضوعية وشفافة وغيب تحيز. ولقد تبين أنه يجب تعزيز نظام المراقبة الدولية للوضع في الميدان واتخاذ التدابير لوضع حد للانتهاكات انتهاكات السكان المدنيين، والحرص على أن على مساءلة مقترفي هذه الأفعال، وأن الصورة القاتمة التي رسمها الأمين العام السيد غوتيريش وكذلك المفوض كل ذلك دعا وفدي إلى دعم عقد هذه الجلسة الخاصة، لأن المجلس هو الحيز الملائم لمعالجة الطلبات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان. ونأمل أن الهيئة الأخرى وكالة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن ستدلي بدلوها أيضا وتبذل قصارى الجهد بالنظر للوضع السائد في الميدان. وإن جهود هذا الجهاز هنا أي المجلس يجب أن ترمي إلى إيجاد الحلول لحد من معاناة الضحايا التي انتهكت حقوقهم والتي تنتظر رد فعل من المجتمع الدولي. ونأمل أن الآليات الخاصة بحقوق الإنسان مزودة بأدوات ملائمة لبلوغ الأهداف التي أنشئت من شأنها من قبل الدول، لا سيما إنشاء مجلس حقوق الإنسان. شكرا حضرة الرئيس. شكرا. أود الآن أن أعطي الكلمة للأرجنتين. شكرا حضرة الرئيس. كما قال أمين عام الأمم المتحدة وممثله الخاص في مجلس حقوق الإنسان، ونؤيد ما قاله، وإن المؤسسات المتخصصة لأمم المتحدة والصليب الأحمر كل هذه الجهات كانت واضحة عربت عن قلقها للوضع المتفاقم لحقوق الإنسان في السودان والوضع الإنساني، وعلى أثر الأعمال العدائية التي قامت بها الأطراف المتحاربة على المرافق المدنية والسكان المدنيين والمدارس والمستشفيات، مما أدى إلى انخفاض موارد الطاقة وانخفاض النفاذ إلى الرعاية الصحية. وهناك المئات من الوفيات والألاف من الجرحى وعدم النفاذ إلى المساعدة الإنسانية بفعل القوى المتحاربة وعدم نفاذ المساعدة وكذا نفاذ المساعدة الإنسانية والمسؤولين عن المجتمع المدني وسلك الدبلوماسي. وهذا العنف يجب أن يتوقف فورا، ونحط كل الأطراف في النزاع على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى السماح بالنفاذ الفوري ودون عقبات للمساعدة الإنسانية لكي تبلغ السكان المدنيين ولنضمن حمايتها. وإن السودان عضو في مجلس حقوق الإنسان وعليه أن يحترم معايير القصوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ونحث حكومة السودان على مواصلة تعزيز تعاونه مع خبراء بحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وجامعة الدول العربية، وأن الإجراءات الخاصة والمواضيعية لمجلس حقوق الإنسان وكل أجهزة المختصة لأمم المتحدة، ونحث كل الأطراف في النزاع على الوقف الفوري للأعمال العدائية وعلى وقف إطلاق النار والشروع بعملية الانتقالية بحكومة يديرها مدنيون. وبالفعل من الضروري بمكان أن نحرص على تزويد المجلس لتعاون ومساعدة السودان على احترام التزاماته في مجال القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وهذه من الأهداف الرئيسية لهذه الجلسة الخاصة. شكرا سيدي الرئيس. شكرا. يقول الرئيس الكلمة الآن لكاميرون.
شكرا حضرة الرئيس. حضرة الرئيس كاميرون منشغلة تمام الانشغال بشأن الوضع السائد حاليا في السودان وبلدي، يشعر بالقلق للمعاناة المريعة التي وقع السودان ضحية لها، وبالطبع نوجه نداء للأطراف لكي تنشئ ظروف مواتية لنفاذ المساعدة الإنسانية للبلاد لمساعدة من يعاني من هذا الوضع المقلق، وإننا نحيي إرادة السلطات السودانية للشروع في الحوار والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشجع هذه الأطراف على مواصلة هذه المبادرة وهذا الزخم، وذلك لاستتباب السلام والتعايش، وذلك في مصلحة تنمية السودان. فضلا عن ذلك فإن وفدي يحيي كل المبادرات الرامية إلى استتباب السلام في السودان لا سيما من قبل الأمم المتحدة، والمبادرات الإقليمية من الإيجاد وبرعاية الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وغيرها من الأطراف. وهنا تغتبط كاميرون لتدابير مفوض سامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والتزامه بحماية الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان والحقول دونها، ولكن أعتبر أنه في سياق حماية حقوق الإنسان على المفوضية أن تركز على تعزيز دولة القانون والنهوض بالديمقراطية، لأن تكرار الأزمات علامة عن عدم تحقيق الديمقراطية. وأخيرا نعتبر أن القرار المتأتي من هذه الجلسة الخاصة سيجب أن يبلغ رسالة للحد من الكراهية في السودان ولعودة السلام، ويجب على القرار أن يكون متوازنا وأن يؤدي إلى التوافق، وأن يأخذ بالحسبان طموحات الشعب المعني والذي يعاني من كل ضروب انتهاكات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. يتمين جهود الراسخة التي تقوم بها دولة السودان الشقيقة في تعاملها الجاد مع المكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وكذا مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته المختصة. كما يؤيد وفد بلادي التأكيد على التضامن المملكة المغربية المطلق مع الشعب السوداني والتعبير عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع المأساوية في هذا البلد الشقيق. كما يؤكد وفد بلدي دعم المغرب لمبادرات وخطوات جامعة الدول العربية بما في ذلك إرسال المساعدات الإنسانية، مرحبا في الوقت ذاته بالمساعي التي طلعت بها دول أخرى وبعض المنظمات الدولية لتقريب بين الأطراف وتهيئة الظروف الملائمة للبدء في حوار بناء. نطلع إلى أن الأوضاع يمكن أن الأوضاع ستمكن من صون أمن واستقرار السودان الشقيق ووحدته الترابية وسيادته الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تغليب الحكمة وعودة سريعة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية وتأسيس لمرحلة جديدة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في دولة الحق وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصاد في هذا البلد الهام. في نفس السياق نطالب من كل الأطراف وبإلحاح إلى الوقف الفوري لكافة الاشتباكات المسلحة. وفي الختام سيد الرئيس، لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى كل الأطراف التي ساهمت وعملت على تنسيق توفير مسارات آمنة سواء جوية أو بحرية أو برية من أجل ضمان إجلاء المدنيين العزل وطواقم دبلوماسيين إلى أوطانهم أو إلى أماكن آمنة خارج مناطق النزاع. وشكرا سيد الرئيس. شكرا. الكلمة الآن يقول رئيس لبلجيكا. حضرة الرئيس، ستضم بلجيكا صوتها إلى بيان الاتحاد الأوروبي، وإذا ما كان الشعب السوداني يعاني منذ عدة أسابيع من العواقب الوخيمة لهذا النزاع وإن حقوقه تنتهك منذ زمن أطول، ففي عام 2019 كانت هناك حركة من الملايين الأشخاص والذين اتخذوا التدابير لتحسين ظروف الحياة، ولكن هذه الفترة الانتقالية لم تؤتي ثمارها بعد مع الأسف، بل على العكس فإن النزاعات السائدة في الميدان منذ 15 أبريل نيسان الماضي قتلت وجرحت المئات من المدنيين واضطرت آلاف الأشخاص إلى النزوح الداخلي وأيضا خارج السودان. وإن بلجيكا توجه نداء للأطراف المتنازعة لوضع حد للنزاع وإنشاء ظروف مواتية من أجل العودة إلى الحوار والانتقال المدني الشامل والعادل، وذلك طبقا لإرادة الشعب السوداني. إننا
ندين الغارات الجوية العشوائية وكذلك استغلال البنى التحتية المدنية لأغراض الحرب وأيضا النهب المعمم وكلما تفاقم الوضع كلما أدى ذلك إلى حرب أهلية مع كل تداعياتها الإقليمية. ونغتبط إذن لكون المجلس الأمن والجهات الإقليمية وحدت صفوفها لمواجهة هذا النزاع ونؤيد المبادرات الراسخة إقليميا، ولكن هذا لا يستبعد الطابع الملح على هذا المجلس على أن يكون لديه ردة فعل إزاء هذا الوضع المتفاقم في السودان، وأن عدم احترام حقوق الإنسان سيؤدي إلى زيادة تفاقم الأوضاع وسيبعدنا عن كل حل دائم. أخيرا، نقدر تعاون السودان مع مكتب حقوق الإنسان إن كان في الخرطوم أو في أماكن أخرى من البلد، وبالنظر للأزمة الحالية تعتبر بلجيكا أنه من المنطقي بمكان أن نعزز دعم للخبير المستقل للحقول دون انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان. نوجه نداء لجميع أعضاء المجلس لكي يدعموا الشعب السوداني وللمحافظة على وحدة المجتمع الدولي وأيضا اعتماد هذا القرار بتوافق الآراء. شكرا جزيلا. شكرا لك. يقول الرئيس الكلمة للولايات المتحدة. شكرا حضرة الرئيس. أشكر المفوض السامي على هذه الملاحظات، وبالطبع نحن مشغلون للضحايا المدنيين الذين لاقوا حتفهم والآلاف الذين أصيبوا بالجراح ومعاناة الملايين والآلاف والذين غادروا منازلهم بحثاً عن المياه والرعاية الصحية والأدوية والتيار الكهربائي وفي جو مريع وضمن إطلاق النار المتبادل. وبالطبع نحن بجانبكم ونتضامن معكم ولن نتخلى عنكم ونبتعد عنكم، وبالطبع لا نود شعب السودان أن يفقد أماله، وكان هذا مصدر إلهامنا عام 2019 عندما انتفض الشعب للإطاحة بالديكتاتورية وسوء الحكم، وأن الشعب السوداني جدير بحياة أفضل. وبالطبع يجب أن نسمع صوت شعب السودان وطموحاته للسلام، وفي نفس الوقت يجب أن نحترم قانون دولي الإنسان وحقوق قانون حقوق الإنسان، وعلى الأطراف في النزاع أن تحمي المدنيين وتحترمهم بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني. وبالطبع يجب أن نتفق جميعنا على أي تعدي على عاملين في المجال الإنساني غير مقبول، وأن صعقت باستهداف المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية والعنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي وتعدي أيضا على الأطفال. وبالطبع على العالم أن ينتظر لمعالجة كل الجوانب الإنسانية لهذه المأساة، ولكن الولايات المتحدة تعتبر أن المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار والحصول على المساعدة الإنسانية التي شعب السودان بأمس الحاجة إليها يجب كل ذلك أن يحدث في نفس الوقت، وعلى المجلس لكي يلعب هذا المجلس دوره وليواجه هذا الوضع القاتم لحقوق الإنسان في السودان. وفي الواقع حان الوقت لتبليغ رسالة واضحة للأطراف في النزاع، أي أن العالم يشهد ويتوقع من هذه الأطراف أيضا نتائج لصالح شعب السودان، وعلى الأطراف أن يسروا نفاذ المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين. ونحن في هذا المجلس من واجبنا أن نحقق ذلك، وأود أن أطلب من فريق الخبراء ما يجب أن نطلع به من أجل تعزيز حماية المدنيين لتغطية كل أعضاء الفئات المعرضة. شكرا جزيلا. الكلمة الآن لفرنسا. شكرا حضرة الرئيس. حضرة الرئيس، تضم فرنسا صوتها للاتحاد الأوروبي وتشكر مفوض السامي ورئيسة لجنة التنسيق على العرض الواعي للوضع والنداء للعمل الملح، ونعرب عن شغلاتنا المطلقة بشأن الوضع السائد في السودان والضحايا المدنية التي يزداد عددها باستمرار، وندين العنف الاعتباطي وكذلك استهداف المرافق الأساسية وجهات العون والعاملين الصحيين، وكل ذلك غير مقبول، ويؤدي هذا الوضع إلى نزوح السكان داخل السودان وخارج السودان، وهناك الملايين من المدنيين الذين لا ينفذون إلى حقوقهم الأساسية ويسلبون منها. والأولوية هي وقف القتال وتيسير المساعدة وعمل العاملين الإنسانيين، ونوجه نداء للقوى السياسية في
السودان لعدم مشاركة في القتال، ونحيي الأمم المتحدة والتزامها والاتحاد الأفريقي وعدة بلدان أي جنوب السودان والمملكة العربية السعودية والإيجاد وجامعة الدول العربية والولايات المتحدة من أجل وقف النزاع، وأن الحوار السلمي وحده يمكن من إطلاق النار المستدام واعتماد السياسات للخروج من هذه الأزمة. إن عقد هذه الجلسة الخاصة حضرة الرئيس رسالة واضحة من قبل المجتمع المدني واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحماية المدنيين والعودة إلى سلام دائم، كل ذلك يجب أن يمضي يدا في يد. وهنا نوجه نداء بصفة خاصة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وأن إرساء وصل السلام يجب أن يستند إلى العدالة غير المنحازة والشفافة، وأن مقترفي الأفعال يجب أن يساءلوا لتجنب تكرار دورات العنف والاستجابة لحاجة الضحايا إلى العدالة. ولذا نشارك في رعاية هذا القرار الذي يرمي إلى توثيق الأفعال الشنيعة المقترفة، ونوجه نداء لاستئناف العملية التي كانت بدأت عام 2019 والتي يجب أن تتواصل من أجل استتباب الديمقراطية. وفرنسا ستقدم مساعدة إنسانية استثنائية استجابة لهذه الأزمة ولطلبات الدول المجاورة للسودان التي تستضيف بتضامنها. هنا نحيي لفتة تلك البلدان والتي تستضيف المدنيين الذين هربوا من القتال. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. الكلمة الآن لماليزيا. سيدي الرئيس، تتابع ماليزيا عن كثب الوضع في السودان، ونعرب عن انشغالنا حيال تواصل الاقتتال في السودان، وندين بأشد العبارات الأعمال العدائية التي أدت إلى الإضرار بالممتلكات والأرواح البريئة، وتمت مئات الآلاف من الخسائر في الأرواح، والآلاف قد نزحوا. هذا النزاع الذي وإذا ما طال أمده سيؤثر في حياة الأبرياء، لابد وأن نولي الأولوية ل إنهاء العنف وإرساء الاستقرار في البلد، ونرى بأن الحوار الشامل والمفاوضات هما السبيل الأوحد لإرساء الاستقرار في السودان. نحث الأطراف على الانخراط في محادثات وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني والوصول إلى تسوية سلمية، ونثني على جهود المملكة العربية السعودية من أجل إجراء المحادثات وإعمال وقف إطلاق نار، ونسعد بالمحادثات الجارية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بوساطة سعودية وأمريكية في جدة، ونحن مستعدون لدعم الجهود الوساطة الإقليمية والدولية لوضع السودان على درب السلام. سيدي الرئيس، نحن قلقون حيال تردي الوضع الإنساني في السودان بما في ذلك حالات القصور وعدم نفاذ الجميع إلى الخدمات الصحية والخدمات الأساسية، وندعو إلى فتح أروقة إنسانية والسماح بوصول غير معاق إلى المساعدة الإنسانية إلى وخارج السودان، والتزويد بالمؤن الأساسية، وأن تحترم الأطراف القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وإذا يبقى الوضع هشاً، نحث الأطراف على تغليب أمن وسلامة المدنيين ولا سيما الفئات الضعيفة، وإلى السماح بعملية إجلاء آمنة للرعايا الأجانب، ونغتنم هذه الفرصة للتقدم بالشكر إلى كل من انخرطوا في عملية إجلاء الرعايا الماليزيين، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات وباكستان، ونعرب عن تضامننا مع شعب السودان، وسنواصل تقديم الدعم لجهود تسوية سلمية للنزاع. وشكرا، شكرا جزيلا. جمهورية تشيك، لكم الكلمة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نؤيد بيان الاتحاد الأوروبي. نعرب عن انشغالنا حيال تفشي العنف في السودان. وضع حقوق الإنسان في البلد كارثية، ولسنا على علم بعد بعدد القتلى والجرحى خلال النزاع الحالي، وقد تكون الأرقام مرتفعة، ونحن قلقون بأنها ستكون أكثر بكثير من مئات الضحايا المبلغ عنهم، ونحن قلقون من أن الوضع قد يتطور إلى صراع طويل الأمد يؤثر في البلد ككل. ندعو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف الاقتتال فورا وإلى احترام وقف إطلاق نار، ولا يمكن أن يسوى الوضع في السودان بالنزاع المسلح، ولابد من تيسير النفاذ إلى المساعدة الإنسانية وحماية المدنيين. ومن غير المقبول أن تشن هجمات على المدارس والمرافق الصحية في النزاع المسلح.
ويوضح الوضع الحالي هشاشة الدول في الانتقال الديمقراطي. وقبل سنوات كنا قد أعربنا عن دعمنا لجهود الحكومة الانتقالية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد ووضع السودان على درب الانتخابات الديمقراطية. ومن المؤسف أن المستجدات الإيجابية تلك قد تم إيقافها بعد الانقلاب في 2021، ومنذ سنتين نشهد أعمالا عدائية. ولهذه الأسباب تدعم أتشيك القرار المقدم، ونأمل أنه سيعتمد بالتوافق. وشكرا، شكرا جزيلا. مونتينيغرو. سيدي الرئيس، نشاطر الانشغالات التي أعرب عنها بشأن تردي وضع حقوق الإنسان في السودان ووضع تفاقم بالنزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان، وتصعيد العنف قد أدى إلى قتل مئات المدنيين وجرح الآلاف بما فيهم الأطفال، والاقتتال الحالي يتسم بعنف جنسي وجنساني ونزوح على نطاق واسع وتدمير البنى التحتية المدنية وتفشي الأعمال العدائية أثر سلبا في الأمن الغذائي، وبات يهدد المنشآت المنقذة للحياة بما فيها التعليم والخدمات الصحية والمياه والإصحاح، وأدى ذلك إلى تردي وضع الملايين المحتاجين إلى مساعدة إنسانية. واحتدام التوتر في السودان يهدد أمن وأمان الأفراد ووحدة البلد واستقراره، كما وقد يكون التصعيد مدمرا للبلد والجهود الآيلة إلى الانتقال إلى حكم ديمقراطي يوفر الحرية والسلام والعدالة لكل السودانيين والسودانيات. وهذه المستجدات السلبية قد تهدد الاستقرار الإقليمي أيضا. ندين الاقتتال الحالي وما أبلغ عنه من انتهاك وتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل كل الأطراف المتحاربة. ندعو الدعوة المشتركة الموجهة للأطراف لوضع حد للأعمال العدائية واحترام وقف إطلاق النار بدون شروط، وندعو كل الفاعلين إلى توفير مساعدة غير معاقة وسريعة لجميع المدنيين وإجلائهم وحمايتهم وحماية الطواقم الدبلوماسية والدولية، كما وأن ندعم الجهود الآيلة إلى العودة إلى الديمقراطية، وأن ندعم وبالتالي دعمنا عقد هذه الدورة الاستثنائية بشأن أثار النزاع الدائر في السودان على حقوق الإنسان، وأن نسعد بجهود الدعم للتفاوض على هذا القرار وندعو إلى اعتماده، ونعرب عن تضامننا مع الشعب السوداني ونشاطر طموحاته للوصول إلى السلام والاستقرار والعدالة والديمقراطية. شكرا جزيلا. شكرا. الكلمة الآن للصين. سيدي الرئيس، تتابع الصين باهتمام آخر التطورات في السودان، وتدعو الطرفين إلى تغليب المصلحة العليا للبلد والشعب والاتفاق على وقف إطلاق نار في أقرب الأجل لتهيئة الظروف الملائمة للمساعدة الإنسانية وتلافي مزيد من التصعيد، كما وتدعم الصين سيادة السودان واستقلاله وسلامته الإقليمية. ونحن على يقين بأن للسودان الحكمة اللازمة للتعامل مع شؤونه الداخلية ووضع حد لهذا النزاع بسرعة وإعادة البلد على منوال التنمية والاستقرار والسلام. ونقدر الدور المحوري الذي تطلع به جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وكذا دول الجوار من أجل التعامل مع الوضع الحالي في السودان، وأخذنا علما بأن الأطراف المتنازعة قد شرعت في محادثات في المملكة العربية السعودية، ولابد للأسرة الدولية أن تحترم سيادة السودان وتملكه لقضيته وشؤونه السياسية، و أن نعمل على تهيئة الظروف الملائمة للحوار لتسوية مختلف الإشكاليات. إن المحادثات والتدابير في المجلس بشأن السودان ينبغي أن تساعد على التخفيف من الاحتدام وليس العكس، كما وأن الصين لا طالما
قالت بأن الأطراف لابد وأن تسوي خلافاتها في ظل الحوار والتعاون، ومن ثم لا نحبذ عقد مثل هذه الدورات الاستثنائية. إذ نشهد تباينا في الآراء بهذا الشأن، ولذلك أن يخلف أثارا سلبية على المدى الطويل في المجلس. شكرا، شكرا جزيلا. والآن أعطي الكلمة لباكستان. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نعرب عن انشغالنا حيال تطور الأوضاع في السودان، خاصة وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني، و نود أن نعرب عن دعمنا للشعب السوداني الذي يخبر هذا النزاع حاليا، وندعم أيضا سيادة السودان وسلامته الإقليمية، وندعم جهود الوساطة بما في ذلك تلك التي يبذلها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والرباعية والمجموعة الرباعية والإيجاد، وندعم محادثات في المملكة العربية السعودية لتمهيد السبيل للسلام. سيدي الرئيس، عقد دورة استثنائية في المجلس لا يمتثل لرزنامة بناء القدرات، وأثرنا هذه النقطة في روح الحوار والتعاون، وتناقض هذه الدورة ما جاء في قرار 5.1 الداعي إلى التحلي بضبط النفس عند تنفيذ الولايات وتلافي الازدواجية في العمل. ونرى بأن المجلس الأمن قد بدأ النظر في هذا الملف و يتمتع بالأدوات اللازمة من أجل النظر في هذا الموضوع، وجهود الوساطة لابد وأن تحظى بالأولوية من أجل تيسير المساعدة الإنسانية. ونعرب عن انشغالنا حيال آثار النزاع السوداني على حقوق الإنسان، ويمكن الحد من هذه الآثار إذا ما قمنا بإدارة أولية للنزاع. لقد أبدى السودان تعاونه وتفاعله مع المجلس والمفوضية وخبراء حقوق الإنسان بما في ذلك الآليات الحالية، واعتماد قرار آخر من شأنه أن يكون هداما، ولابد من القيام بالعديد من المهام بالنظر إلى الوضع السائد على أرض الميدان. وفي كل الأحوال فإن الخبير المعني بالسودان من المتوقع أن يقدم تقريره في غضون أسابيع، والدعوة إلى دورة اليوم ونتائجها بدون موافقة البلد المعني بشأن موضوع يقع ضمن ولاية مجلس أمن الأمم المتحدة من شأنه أن يفاقم الوضع في السودان. ندعو إلى التأمل وإلى العمل مع البلد المعني للوصول إلى سودان ملؤه السلام تحترم فيه حقوق الإنسان. وشكرا، شكرا جزيلا. الكلمة الآن لتشيلي. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نعرب عن انشغالنا حيال التدهور المأساوي للوضع وضع حقوق الإنسان في السودان في الأشهر الأخيرة منذ بداية الاشتباكات بين قوات الدعم السريع وقوات المسلحة السودانية في 15 من أبريل نيسان. ندعو الأطراف المتناحرة إلى مضاعفة جهودها للوصول إلى وقف إطلاق نار وحماية المدنيين والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية واحترام معايير القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما وندعو إلى التركيز على حالة النساء والأطفال والفتيات من النازحين بالنظر إلى الإبلاغ عن حالات التي تهدد حياتهم وغياب الخدمات الأساسية وحالات العنف الجنسي والجنسانية. تدعون هذه الظروف إلى استجابة منسقة وقوية على المستوى الدولي لضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في السودان. وبالمثل يعرب الشيلي عن دعمه للسودان للوصول إلى تسوية سلمية للنزاع مما يتيح إرساء سلام مستدام وضمان الرفاه للسكان. ولهذا الغرض ندعم الدور البناء الذي تطلع به المنظمات الدولية في هذه العملية، ولا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. والتنسيق مع الوكالات الأممية الأخرى والآلية الإقليمية مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وشكرا، شكرا جزيلا. المكسيك، لكم الكلمة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نعرب عن انشغالنا
إذا تدهور الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في جمهورية السودان، ثمة معلومات بشأن الوضع على أرض الميدان مما يدعو إلى مباشرة محادثات في المجلس، ومن ثم دعمنا الدعوة إلى عقد هذه الدورة الاستثنائية. ونحن نقدر الجهود التي يبذلها الفاعلون الوطنيون والإقليميون والدوليون من أجل إعمال وقف إطلاق نار، ولكن ندعو الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية فورا وإيجاد حل متفاوض عليها واستئناف المرحلة الانتقالية مما يتيح احترام الالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. سلام مستدام وحماية حقوق الإنسان خاصة حقوق الأكثر ضعفا ينبغي أن تكون أولوية. وبالنظر إلى المعلومات بشأن وضع حقوق الإنسان في جمهورية السودان، حللنا بدقة القرار المعروض علينا اليوم، ونثني على المعلومات التدريجية بشأن الآليات التي أنشئت سابقا، وهو عنصر لطالما استفسرنا المجلس بشأنه. ونؤكد بأن الوضع الطارئ لحقوق الإنسان في أي بلد لا ينبغي أن تدفع المجلس إلى اعتماد قرارات تترك جانبا أهمية الحوار مع الدولة المعنية، وهذا الحوار ينبغي أن يركز على الانشغالات والأمور ذات الأولوية، فذلك لا يتيح تغليب مبادئ التنسيق والتعاون التي ينبغي أن تسود في المجلس. فلابد للدول أن تحترم التزاماتها بأعمال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وشكرا. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للهند. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. لدينا علاقات ودية مع السودان والشعب السوداني، وعلى مدار السنوات أصبحنا شريكا إنمائيا يعول عليه للسودان، وساعدنا هذا البلد لتنفيذ العديد من المشاريع من خلال منح ميسرة، وذلك لبناء القدرات وتقديم المساعدة الإنسانية. نواصل متابعة الوضع المعقد والمستجد على المستوى الأمني في السودان، ونعرب عن انشغالنا حيال الخسائر في الأرواح في صفوف المدنيين وحالات الجرح والدمار، كما وأثر النزاع سلبا في التمتع بحقوق الإنسان في السودان. ونسقنا مع مختلف الشركاء لتوفير تنقل آمن للهنديين الذين تأثروا بالنزاع واختاروا الإجلاء. قمنا بإجلاء 4000 من الرعاية الهنود، بالإضافة إلى رعاية بلدان أخرى بالتنسيق مع شركائنا. ولطالما أكدنا على أهمية الثقة والتواصل والحوار والمصالحة لتسوية النزاع في السودان، وقمنا بمناشدة ذات الطرفين بالتحلي بضبط النفس وبناء الثقة من أجل تعبيد الطريق للحوار والانتقال للوصول إلى حكومة مدنية. السلم والاستقرار في السودان عنصر أساسي للقارة جمعاء والعالم بأكمله. نأمل أن يتمكن السودان من إرساء الازدهار والسلم والاستقرار، ولتحقيق هذا المسعى سنواصل دعمنا للسودان والشعب السوداني، ونحن على يقين بأن الشعب السوداني سيتجاوز هذه المرحلة الصعبة وسيحرز تقدما لمستقبل ملؤه الازدهار والاستقرار. والآن أعطي الكلمة للسنغال. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. يؤيد السنغال ويتضامن مع الشعب السوداني. نعرب عن انشغالنا حيال استئناف أعمال العنف في العديد من مناطق البلد، الأمر الذي أدى إلى نزوح الكثيرين وتدمير الممتلكات والبنى التحتية والخسائر في الأرواح. هذا الوضع إنما يهدد الجهود المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في السودان، مما يتطلب انتباها متناميا من جانب الأسرة الدولية. ويسعد السنغال بمبادرات الوساطة الإقليمية بإشراف الإيجاد وبدعم الاتحاد الأفريقي ومبادرات مجموعة من الدول
العربية السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتدعو الأطراف المتنازعة إلى الانخراط في هذه المحادثات لوضع حد فوري للأعمال العدائية واحترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين ولا سيما الأكثر ضعفا، كما ويدعو بلدي المجلس والأسرة الدولية إلى تزويد السودان بالدعم اللازم للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية المستعجلة لمن تضرروا بالنزاع ولإرساء الأمن والاستقرار في ربوع البلد. وختاما، وإذ نثني على التفاعل الإيجابي بين السودان وآليات المجلس، يؤكد السنغال على التزامه بتسويات سلمية ومستدامة للنزاع في ظل حوار بناء مع البلد المعني. وشكرا، شكرا جزيلا. فيتنام. سيد الرئيس، نحن نلتقي مع المجتمع الدولي في قلقه حال وضع النزاع في السودان، ونحث كافة الأطراف إلى وقف إطلاق النار واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان الحصول على المساعدات الإنسانية وضمان البنى التحتية المدنية والأساسية لحياة الإنسان. أولوياتنا المطلقة هي إيجاد حل لإنهاء النزاع. جهود المجتمع الدولي يجب أن تساهم في تحقيق هذا الغرض مع توفير الأطر الملائمة على المستوى الأمني السلمي والإنساني بما يلتقي مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وتعتبر فيتنام أن حل هذا النزاع يستدعي مشاركة أصحاب المصلحة من السودانيين وتعزيز دور الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. فأي نزاع مسلح مرتبط بالسلم والأمن الدوليين إنما يجب أن يناقش ضمن الآليات الملائمة. نجدد موقفنا الثابت بأن فيتنام لا تؤيد قرارات تعني دول بحد ذاتها لا تحظى بموافقة الدولة المعنية، ونعارض تسييس حقوق الإنسان كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهذا لا يلتقي لا مع القانون الدولي ولا مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. نحن نعتبر أن أفضل طريقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إنما هي من خلال الحوار الحقيقي والتعاون. شكرا سيد الرئيس. شكرا كوستاريكا. شكرا سيد الرئيس. نشعر بعميق القلق حيال وضع حقوق الإنسان المتدهور في السودان. إن بلادي وبموجب التزاماتها كعضو في هذا المجلس تود التأكيد على موقفها الثابت بأن حقوق الإنسان ثابتة عالمية ومتداخلة، ولا يمكن لأي منطقة أو أقليم في العالم أن يكون خارج الخضوع لمبادئ المجلس. إن النزاع من السودان قد أدى إلى تحديات عديدة في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن وسلامة الناس والحق في التعليم، المياه، الإصحاح، الرعاية الصحية، الاحتياجات الأساسية والعمل من بين أمور أخرى. إن الأعمال العدوانية فاقمت من وضع حقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليا واللاجئين مما أثر أيضا على البلدان المجاورة. النساء والأطفال هم أيضا معرضين للعنف الجنسي والجنساني خلال النزاعات المسلحة. وفي هذا السياق وردت تقارير عن حالات اغتصاب وتجنيد أطفال من قبل القوات المسلحة إلى آخره. على ضوء خطورة الوضع الميداني للمجلس أن يتعامل مع هذه الانتهاكات وضمان المساءلة عن مرتكبيها. فالإفلات من العقوبة يفاقم من حلقة العنف ويصعب عملية إحقاق العدالة وتوفير جبر الضرر ويعرقل تحقيق السلم والمصالحة. كوستاريكا تدعو كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العدوانية على الفور واحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعاون مع هذا المجلس والمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي والمنظمات الأهلية، وذلك وصولا إلى تحقيق المساءلة حقوق الإنسان وسيادة القانون. شكرا جزيلا. الكلمة الآن للوكسمبورغ. شكرا سيد الرئيس.
نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي ونرحب بعقد هذه الجلسة الاستثنائية. نعرب عن كامل تضامننا مع الشعب السوداني الذي يدفع ثمنا غاليا عندما خصوصا عندما بعدما حصل في 15 من نيسان أبريل عندما حصلت مواجهة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ضاربين عرض الحائط بالقانون الإنساني الدولي، وهذا هو ثمرة لعبة المصالح والاستيلاء على السلطة بما يخدم المصالح الشخصية للفريقين الركنين المسؤولين عن هاتين الحركتين. هذا المجلس كان قد عقد جلسة استثنائية في نوفمبر 2021 في مواجهة الانقلاب العسكري، وأنذاك كان الهدف هو التحول الانتقالي، وكان ذلك في أعقاب ثورة سلمية وشعبية. نضم صوتنا إلى الدعوات الموجهة إلى الطرفين في هذا النزاع لوقف أعمال العنف على الفور واحترام الالتزامات على مستوى القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا فيما يتعلق بحماية المدنيين ووقف الأعمال العدوانية وتحديدا استعمال المتفجرات والأسلحة في المناطق كثيفة السكان. الأطراف في هذا النزاع يجب أن تتيح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق، وندعو إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتحديدا المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي وجهت إليهن تهديدات مباشرة. آن الأوان لوضع مصالح الشعب السوداني في المرحلة الأولوية من دون والعودة إلى المسار الديمقراطي مع تسليط الضوء على الانتهاكات التي أدت إلى هذا النزاع. ولهذا السبب فنحن في لوكسمبورغ نؤيد القرار المطروح أمامنا الذي من شأنه أن يعزز ولاية الخبير المعين، ونطلب من المفاوض السامي أن يحيطنا علما بالوضع في السودان كلما استدعت الحاجة، وندعو كافة أعضاء المجلس إلى أن يحذوا حزمنا. شكرا جزيلا. شكرا. الكلمة الآن لجنوب أفريقيا. شكرا سيد الرئيس. نشكر المفوض السامي على بيانه المتعلق بوضع حقوق الإنسان في السودان. بداية نعرب عن تضامننا مع شعب السودان الذي تعرض لمعاناة غير مسبوقة منذ اندلاع المواجهات في 15 من نيسان أبريل. الإصابات والحرمان ووفيات الأبرياء وتحديدا الأطفال والصور المروعة والدمار الذي طال البنى التحتية يدعونا إلى عميق القلق. إن هذا التفاقم للوضع ينذر بكارثة إنسانية. هذا البلد الذي كان أصلا يعاني مشاكل في هذا المجال، وهذا دونه تحديات جديدة على المستوى الإنساني قد تهدد الإقليم كله. ولهذا السبب فنحن نضم صوتنا إلى الأصوات الداعية إلى التوافق بين الأطراف المتنازعة للتعامل مع الوضع الإنساني المأساوي. هذه يجب أن تكون الأولوية المطلقة، وإنشاء ممرات إنسانية تتيح وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق وإجلاء المرضى والحالات الإنسانية. ويجب أيضا التعامل مع إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة كمياه وكهرباء وضمان حصول المدنيين على هذه الخدمات. جنوب أفريقيا ترحب بالمفاوضات الحاصلة حاليا في مدينة جدة لهذا الهدف، إضافة إلى الجهود الإقليمية برعاية الإيجاد والاتحاد الأفريقي. هذه الجهود من شأنها أن تعيد إرساء المسار السياسي من خلال الحوار والمفاوضات وصولا إلى حكومة بقيادة مدنية تكون انتقالية لطالما طالب بها الشعب السوداني. هذه الجهود الإقليمية تشير أيضا إلى مبدأ التكامل، فأولئك الذين تأثروا بالنزاع يجب أن يكون لديهم صوت في الحل،
وبالتالي فإن مبادراتنا اليوم يجب أن تكمل الجهود الإقليمية لحل النزاع في السودان، لإرساء السلم ولإرساء الاستقرار ولكم أصوات المدافع. حتى ولو تأخر الوقت ندعو المجلس إلى أن يتحدث بلغة واحدة. الرئيس مقاطعا الكلمة لكيرغستان. شكرا سيدي الرئيس. نحن نرحب بجهود أصدقائنا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لإعادة السلم واحترام حياة الإنسان وحقوق الإنسان في السودان. ووفقا لتقرير تريدنا، فإنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار اليوم في جدة، وهذا سيتيح المجال لإيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، والتي هي برأينا المهمة الأكثر إلحاحا حاليا. مداولاتنا اليوم وعقد هذه الجلسة الاستثنائية من شأنه أيضا أن يساهم في الدعوات إلى وقف لإطلاق النار، وهو وقف أساسي وضروري إذا ما أردنا أن نعيد احترام حقوق الإنسان في السودان. شكرا. شكرا. الكلمة الآن لقطر. سيد الرئيس، في البدء يضم وفد بلادي صوته للبيانات المقدمة من المجموعات التي ينتمي إليها. تؤكد دولة قطر حرصها على تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالسودان وعلى موقفها الثابت اتجاه وحدة وسلامة أراضيه، كما تجدد وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في هذه الظروف الذي يمر بها والذي يستوجب تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق. إن بلادي ترقب بقلق شديد تطورات النزاع الذي اندلع مؤخرا في السودان، وتدعو أطرافه إلى تحكيم صوت العقل وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة وبذل كل ما في وسعهم لتجنيب المدنيين تبعات هذه الاقتتال. كما نشدد على أهمية أن تنتهج أطراف هذه الأزمة الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، ونشيد في هذا الصدد بجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل حاليا لإنهاء هذه الأزمة، وعلى وجه الخصوص المحادثات التي تجري حاليا في مدينة جدة في إطار المبادرة السعودية الأمريكية والتي تهدف للوصول إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين. ونثق بأننا نجاح هذه المحادثات سيمهد الطريق نحو إيجاد تسوية سياسية حقيقية للأزمة السودانية، وستمكن الأطراف السودانية من الدخول في مفاوضات جادة وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار. أننا ندعو مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم ما يمكن من دعم فني في إطار الآليات القائمة لمساعدة الحكومة السودانية للوفاء بالتزام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما ندعو المجتمع الدولي لمواصلة جهوده في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة ودعم الشعب السوداني الشقيق لتعزيز صموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال. شكرا سيد الرئيس. شكرا. الكلمة الآن لإريتريا. شكرا سيد الرئيس. بداية نحن نعتبر أن إنهاء النزاع في السودان هو من الأولويات المطلقة. حل النزاع يجب أن يستند إلى رؤية مستدامة. إن الحركة الشعبية في العام 2021 كان الهدف منها تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتمهيد الطريق لمرحلة انتقالية، وبالتالي يجب العودة إلى تطلعات الشعب السوداني، الشعب السوداني الذي هو قادر على حل مشاكله. الجهود الإقليمية من قبل إيجاد مرحب بها أيضا، وإذ نثمن الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان
نأسف لتدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للسودان تحت ذريعة حقوق الإنسان، وبالتالي فإن أي مبادرة من قبل المجلس يجب ألا تكون مسيسة، ويجب التركيز على التعامل مع أساس الأزمة. من خلال الآليات القائمة في ظل هذا المجلس. ملاحظة المترجمين تتعذر ترجمة بهذه السرعة من دون النص. شكرا. الكلمة الآن لكوت ديفوار نيابة عن المجموعة الأفريقية. مايكروفون بليز اند ستارت اجين. الرئيس، نطلب استعمال الميكروفون. سيدي الرئيس، يشرفني أن أدلي بهذا البيان نيابة عن المجموعة الأفريقية. نحن نتضامن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الصعبة، ونحن على ثقة أن انعدام الاستقرار يهدد السلم والأمن وحقوق الإنسان وتطور هذا البلد أو تنمية فيه. نحن نعتبر أنه يجب مراعاة موقف الدولة المعنية فيما يتعلق بعقد هذه الجلسة. إن مجموعتنا تعتبر أنه يجب أن نراعي مبادئ السيادة بموجب ميثاق الأمم المتحدة وإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. نرحب بجهود الوساطة من قبل الإيجاد تحت مظلة الاتحاد الأفريقي. نرحب كافة الجهود التكميلية والمفاوضات الإقليمية والدولية. وهنا يتعين على المجلس أن يدعم مبادرات السلم الأفريقية ومن قبل الإيجاد. الأولوية المطلقة هي كم أصوات المدافع وتوفير المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها السكان في المناطق التي يطالها النزاع. نرحب بالمفاوضات تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية للوصول إلى وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية. نحن ندعم سلامة وسيادة ووحدة السودان، ونسلط الضوء على أهمية الحوار والتعاون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإيجاد حلول ملحة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. نرحب بكافة الدعم الذي يمكن تقديمه للسودان على مستوى المساعدات التقنية وغيرها حتى يتمكن هذا البلد من رفع التحديات في المرحلة الانتقالية. ندعو كافة الأطراف إلى مواصلة الحوار وصولا إلى حل سلمي للأزمة الحالية ولترحيل البلد نحو مرحلة انتقالية توصله إلى عصر الديمقراطية. نشجع التعاون مع الخبير المستقل في روح من التعاون البناء، وندعو المفوضية إلى مواصلة تقديم المساعدات التقنية للسودان بطلب من الدولة المعنية. شكرا جزيلا. شكرا. نواصل الآن مع لائحة المتحدثين من الدول المراقبة. دقيقة وثلاثين ثانية لكل متحدث. أولا الليشتنشتاين. شكرا سيد الرئيس. بلادي كانت من بين الوفود التي أيدت طلب عقد هذه الجلسة الخاصة منذ اندلعت الأعمال العدوانية في 15 من نيسان أبريل وتصاعد العنف. ونشعر بعمق القلق حال تقارير بوقوع انتهاكات فادحة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تقارير متعددة حول عنف جنسي وجنساني بسبب النزاع واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني والمدنيين ونهب وتدمير المرافق المدنية أو الإنسانية. إن اندلاع الأعمال العدوانية قد أدى إلى ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ومئات الألاف اضطروا إلى الفرار من أعمال العنف، مما زاد من الضغط على بلدان المنطقة. كما أن ذلك أثر على التمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة والغذاء والصحة. نحث الأطراف في هذا النزاع على وقف النزاع والعودة إلى حكومة بقيادة مدنية. واجبنا هو المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودعم الشعب السوداني في تطلعهم إلى سلم مستدام وديمقراطية وتمتع كامل بحقوق الإنسان. شكرا سيدي الرئيس. الكلمة الآن لأستراليا.
شكرا سيدي الرئيس، نرحب بالجلسة الخاصة حول السودان في هذه المرحلة المهمة جدا للشعب السوداني. ندينو أن استمرار العنف بين قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مما أدى إلى حالات وفيات وإصابات لمئات الألاف غير ضرورية، تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي والجنساني تدعونا إلى عميق القلق، وكذا أيضا اعتداءات على الدبلوماسيين والعاملين في الشأن الإنساني وعلى مقرات المنظمات الدولية. نحث كافة الأطراف إلى تطبيق قانون الإنساني الدولي وإلى حماية المدنيين. يتوجه السودان إلى كارثة إنسانية، كافة الأطراف يجب أن تحرص على توفير الدعم الإنساني الطارئ لكل من يحتاج إليه وتوفير الحماية الضرورية للعاملين في المجال الصحي والإنساني وتخفيف معاناة الناس. ننوه بجهود المجتمع الدولي فيما يتعلق بالتفاوض على هدنة دائمة بما في ذلك المحادثات الأخيرة بين الأطراف في جدة. نحث كافة الأطراف في هذا النزاع إلى وقف أعمال العدوانية على الفور وعلى المشاركة في المفاوضات ذات الجدوى. الحل الذي يكون ثمرة التفاوض هو المسار الوحيد لحكم مدني لشعب السودان. شكرا، أعطي الكلمة الآن لليابان. شكرا سيدي الرئيس، نحن مشغلون تماما بشأن الوضع السائد في السودان والذي يطيح بالانتقال إلى قانون المدني بالاستناد إلى الإعلان الدستوري على إثر بدء الأعمال العدائية وتصعيد العنف في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف أبريل نيسان، وأن اليابان منشغلة أيضا بشأن الوضع الإنساني المتفاقم، ونوجه نداء لجميع الأطراف لوضع حد فورا للعنف. ستعمل اليابان بنشاط لمعالجة موضوع السودان في ذلك الالتزام سعادة السفير بالموفد الخاص للقرن الأفريقي، وأن رئيس الوزراء السيد كيشيدا عندما زار أفريقيا في الأسبوع الماضي أعرب عن قلقه إذا الوضع المتفاقم في السودان والبلدان المجاورة، واليابان مستعدة لتقديم مساعدة الإنسانية الطارئة للاجئين والنازحين داخليا، وذلك في سياق التعاون مع المجتمع المنظمات الدولية، ونعقد الأمل أن الاستقرار طويل الأجل سوف يتحقق في السودان وأن تتم حماية حقوق الإنسان، وأن اليابان والدول الجي 7 وتود تقديم دعمها لجهود السودان من أجل الانتقال إلى الحكم المدني بالتعاون مع البلدان في الإقليم وأصحاب المصلحة الآخرين. شكرا، الكلمة لجمهورية كوريا. شكرا حضرة الرئيس، إن جمهورية كوريا منشغلة تمام الانشغال بشأن النزاع المسلح الجاري بين القوى العسكرية السودانية وقوى الدعم السريع والذي أدى إلى وقع مدمر على حقوق الإنسان والوضع الإنساني في السودان. ومنذ اندلاع هذه الأفعال العدوانية شاهدنا قتالا وغارات جوية في أماكن مكتظة بسكان مدنيين، أدى ذلك إلى 500 حالة وفيات وآلاف الجرحى واللاجئين وعدم النفاذ إلى المياه والغذاء والتيار الكهربائي، و تواجد مدنيين بين نيران متقاطعة. ونوجه نداء من أجل وقف القتال والامتثال للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ونحن منشغلون بشأن الوضع المأساوي الإنساني والوضع الأمني الهش والتهجم على العاملين في مجال المساعدة والصحة مما يترك الملايين دون مساعدة، ويجب ضمان نفاذ العاملين الإنسانيين وتوفير الحماية لهم، وكذلك من أجل تفادي مواصلة تفاقم الوضع على جميع الأطراف أن تتفاوض وتتوقف الأسلحة، وإننا نؤيد جهود الوساطة. نؤكد أيضا استتباب السلام في السودان والانتقال الديمقراطي. شكرا جزيلا، الكلمة لموناكو. شكرا حضرة الرئيس، إن إمارة موناكو تدين
بشدة انتهاكات حقوق الإنسان المقترفة حاليا في السودان، ونعرب عن تضامننا مع الشعب السوداني. منذ 15 من أبريل نيسان 2023 يتفاقم الوضع الأمني باستمرار بشأن المأساوي، وأن تصعيد العنف الذي نشهده أدى إلى مئات الوفيات. وفي الأسابيع الثلاثة الماضية ازدادت حدة القتال، مما أدى إلى نزوح عدة مئات إلى آلاف من المدنيين، وأدى إلى تدمير المرافق والبنى التحتية الصحية وتفاقم الأمن الغذائي والذي كان سائدا على نطاق واسع في البلاد. وهنا فإن إمارة موناكو توجه نداء للعودة إلى ظروف تمكن الوصول الفوري ودون حواجز للمساعدة الإنسانية لضحايا هذا النزاع، ونطلب من جميع الأطراف المعنية أن تضع حدا للعنف والسعي إلى حل سياسي يتم التفاوض بشأنه من أجل استئناف عملية الانتقال الديمقراطي التي كانت جارية حتى الآن. وبالنظر لخطورة هذا الوضع، فلقد أيدت موناكو عقد هذه الدورة الخاصة، وقررنا مشاركة في رعاية القرار المقترح على المجلس. ومن الأهمية بمكان أن نعزز بلاية الخبير بحقوق الإنسان في السودان، وأن يحاط المجلس علما بشكل منتظم بتطور الأوضاع في ذلك البلد. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. شكرا لك. الكلمة لبلغاريا. حضرة الرئيس، تضم بلغاريا صوتها لبيان الاتحاد الأوروبي، ونؤيد هذه الدورة للأسباب التالية. فإن القتال في السودان وبين القوى المسلحة السودانية وقوى دعم سريعة وتصعيد العنف أدى إلى مئات الضحايا وآلاف الجرحى والنزوح الداخلي وتفاقم الوضع الإنساني. وأننا نريد جميع الانتهاكات المعلنة عنها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تقترفها كل الأطراف في النزاع، ونصر على وضع حد فورا للانتهاكات، ونوجه نداء لجميع الأطراف في السودان لاتخاذ تدابير من أجل حماية المدنيين والأجانب والعاملين الصحيين والإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وكذلك نفاذ مأمون إلى المساعدة الإنسانية كما يحتاج إليه، بالتركيز على المجموعات المعرضة كنازحين داخليا والنساء والأطفال والكبار والمعوقين، ونحث جميع الأطراف في النزاع في السودان لوقف النزاع فورا ووقف إطلاق النار والشروع بمحادثات، ونواجه نداء من أجل استئناف العملية السياسية والعملية الانتقالية لحكومة مدنية وعقد انتخابات لاحقا، وندعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى هذا الهدف. ويجب حماية حقوق الإنسان وحكم القانون والمساءلة عن كل انتهاكات والجرائم المقترفة، وستشكل هذه أسسا قويمة لحل دائم. الكرسي البابوي. شكرا حضرة الرئيس. الحمد لله يتابع بانشغال تطورات الوضع والنزاع والعنف في السودان، وإن معاناة الأشخاص والأزمة الإنسانية تتفاقم باستمرار، ويجب إذن التضامن مع شعب السودان خاصة النازحين واللاجئين. وإن الكرسي البابوي منشغل بشأن التفاقم والوضع أوضاع الإنسانية والنزاع، ونحث جميع الأطراف على تعليق الهجمات المسلحة وضمان الخدمات الأساسية للمدنيين حيث هناك حاجة إليها، وكذلك توفير المأمون للمساعدة الإنسانية. وهنا فيأمل أعظم أن يتم الوصول إلى هدنة والتفاوض بين جميع ممثلي الأطراف النزاع، مما سيؤدي إلى اتفاق مثمر لوقف النار ولحلول سلمية ودائمة لمصلحة الشعب السوداني، ووضع حد للعنف المنتشر في البلدان المجاورة مما يطيح بالسلام والأمن. وختاما، ليس الحبر أعظم مقتنعا بالحوار والأخوة لسلام عادل ودائم، ونوجه نداء وصلوات البابا فرانسيس من أجل وضع حد للسلاح والعودة إلى مسار السلام والوفاق. شكرا جزيلا. الكلمة الآن لإندونيسيا. شكرا حضرة الرئيس. هذه الدورة ستكون مفيدة إذا ما أخذنا بالحسبان طموحات السودان كالبلد المعني، ولقد سمعنا موقف السودان، وإن إندونيسيا تؤيد هذا القلق وتطلب من المجلس تحديد الأولويات، أي دعما لوقف إطلاق النار والمساعدة الإنسانية، ويجب وضع حد للعنف
وذلك لحماية المدنيين من الكوارث. وفي هذه الساعة الخطيرة يجب أن نوجه نداء لجميع الأطراف لوضع حد فورا للعنف ولوقف النار فورا والعودة إلى الحوار، وإننا نؤيد الجهد التي تبذلها الجهات المحلية والدولية، وبالطبع الحوار أساسي من أجل الانتقال الديمقراطي. ثانيا، نحث المجتمع الدولي إلى تعزيز التنسيق والحرص على تأمين الموارد من أجل الاستجابة الإنسانية الملائمة، وإننا ندافع عن ضرورة توفير ممرات لوصول المساعدة الإنسانية ولإجلاء الفئات المعرضة والأجانب والدبلوماسيين، وكذلك توفير مساعدة تقنية واستجابة لاحتياجات السودان وأولوياتها، وكذلك نلتزم ببناء القدرات وحماية حقوق الإنسان وكذلك عمليات المصالحة الوطنية، ونحن مستعدون لمساعدة شعب السودان في مساره نحو السلام والازدهار. شكرا سيدي الرئيس. شكرا، الكلمة لهولندا. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي ونشكر المجموعة التي اقترحت هذه الدورة الخاصة عن السودان، تعزيزا أيضا لولاية الخبير المفوض المعين من المفوض. وإننا ندين العنف من قوى الدعم السريع والقوى المسلحة السودانية وهجماته على العاملين الصحيين والإنسانيين، وهو تم إغلاق 70% من المستشفيات، وهناك ابتكار إلى الإمدادات. وإننا ندين هذا العنف وهذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني مما يحول دون تمتع الشعب بحقوق الأساسية كالمياه والرعاية الصحية والغذاء. ويجب توثيق استخدام العنف وتجميع الأدلة لمساءلة المقترفين من الطرفين، ونوجه نداء لهذه القوى بجميع فئاتها من أجل وقف وضع حد فوري ووقف النار إطلاق النار فورا. سيداتي سادتي، شبه أن تتمحور الجهود حول دفاع عن حقوق الإنسان، وضع حد لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وإنشاء ممرات مأمونة لتوصيل المساعدة الإنسانية. ونحن مستعدون لدعم الجهود من أجل إيجاد الحل، ونعيد تأكيد تضامننا مع شعب السودان. شكرا جزيلا. شكرا، والكلمة الآن للبرازيل. شكرا حضرة الرئيس. تتابع البرازيل عن كثب وضع حقوق الإنسان في السودان، ونحن منشغلون جدا بشأن درجة العنف التي لم يسبق لها مثيل منذ اندلاع النزاع في منتصف أبريل نيسان ووقع ذلك على حقوق الإنسان. ونود أن نشيد بالبلدان السبع المجاورة للسودان، وذلك على فتح حدودها من أجل استقبال النازحين. إن الهجمات على المدنيين والمرافق المدنية في ذلك المستشفيات والمدارس ونهب المكاتب مكاتب المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية وكذلك البعثات الدبلوماسية، كل ذلك غير مقبول. ونكرر نداءنا للاحترام الكامل من جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني والاتفاقية فيينا لعام 61، ونكرر نداءنا للوقف الفوري للأعمال العدائية والتي قد تعرقل النفاذ للمساعدة الإنسانية. ونؤيد جهود الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس أمن الأمم المتحدة في السعي إلى حلول سياسية دائمة للأزمة الجارية. ونذكر بالإعلان عام 2019 والاتفاق الإطاري ل 2022، ونعقد العمل على بلوغ توافق سياسي بالعودة إلى حكومة مدنية تحترم تمام الاحترام حقوق الإنسان في السودان. شكرا جزيلا، الكلمة لبيرو. شكرا حضرة الرئيس. نؤيد عقد هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان حضرة الرئيس، وذلك استجابة للتفاقم المتزايد للوضع حقوق الإنسان في السودان، وكذلك النزاع المسلح الداخلي الخطير الذي يصيب هذا البلد. ونأسف لوفاة مئات من الضحايا من الأطفال والفتيان والفتيات والشباب، وكذلك التعدي الجنساني على النساء في السودان. وكذلك نؤيد ما قاله المفوض السامي، أي ضرورة وقف الإطلاق الفوري، وهذه ضرورة مطلقة. ونحث الأطراف في النزاع على وضع حد فورا للنزاع واحترام القانون الدولي الإنساني، ونحث
الأطراف في النزاع على احترام حقوق الإنسان وحماية المجتمع السكان المدنيين وضمان الحق في العدالة للجميع ومكافحة الإفلات من القانون ومساءلة المجرمين. ونؤيد المجتمع الدولي دعما لوقف إطلاق النار ودعما لطموحات الشعب السوداني في الديمقراطية واحترام حقوق إنسانه. شكرا جزيلا. الكلمة لسويسرا. شكرا حضرة الرئيس. سويسرا تؤيد عقد هذه الجلسة الدورة الخاصة وتوسيع نطاق ولاية الخبير المعين من المفوض السامي للسودان، وإننا مشغلون شغلا كبير بشأن المعارك العنيفة في السودان منذ منتصف أبريل السنة الماضية، ونوجه الأطراف النزاع ونوجه لها نداء لوقف إطلاق النار فورا ولنفاذ المساعدة الإنسانية فورا دون حواجز والعودة إلى الحوار. ونحن مقلقون للآثار الإنسانية الوخيمة المتأتية من هذا النزاع، والذي أدى إلى مئات الوفيات في صفوف المدنيين وأدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص. وندين انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لا سيما الهجمات على المستشفيات، ونحث الأطراف في النزاع على اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية السكان المدنيين وأيضا الحفاظ على توصيل الإنترنت لكي تتمكن الضحايا من الاتصال بالأسر والحصول على معلومات موثوقة حول النفاذ إلى الأغذية وكذلك ممرات الإخلاء والإجلاء. وأخيرا نؤيد جهود الوساطة للمجتمع الدولي، خاصة دول مجاورة والشركاء في المنطقة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، ونوجه نداءنا للأطراف النزاع من أجل التعاون التام مع هذه الجهات لوضع حد للنزاع وإيجاد حل سياسي شامل. شكرا جزيلا. الكلمة للأوروغواي. شكرا حضرة الرئيس. نتابع بانشغال تفاقم الأوضاع باستمرار في السودان، وازداد تفاقما بعد المشابهة بين القوى العسكرية السودانية وقوى الدعم السريعة، وجعل ذلك صورة قاتمة تتفاقم ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. وبالطبع ندين التهجم على سكان المدنيين ونقلق لعدد الإصابات والجرحى والنازحين وعدم النفاذ إلى المساعدة الإنسانية والغذاء والمياه، وكذلك التبليغ عن العنف الجنساني والجسدي ضد النساء والأطفال من فتيان وفتيات. وعلى المجلس أن يستجيب في سياق ولايته وأن يساهم في الحقول دون ضحايا جديدة. وهنا لقد شاركنا في رعاية من وافق على عقد هذه الدورة الخاصة، نوجه ونؤيد النداء الموجه للمفوض السامي من أجل وضع حد للنزاع والقتال والبدء بالتحقيقات، ونحث الأطراف المعنية على إيجاد حل للأزمة بالوسائل السلمية ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأخيرا نحث الأطراف على التعاون مع المجلس ومكتب مفوض سامي لحقوق الإنسان والخبير المعين للسودان. شكرا. الكلمة للإكوادور. شكرا حضرة الرئيس. نشارك في هذه الدورة الخاصة دافعا من قلقنا بشأن النزاع الذي بدأ منذ 15 من أبريل سنة مما أدى إلى أزمة إنسانية تبعث على القلق، وإننا ندين كل الأفعال انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ذلك الحقول دون وصول معونة الإنسانية وتعدي على مرافق المستشفيات والمطارات. وندين أيضا ما أدى ذلك من وفيات وجرحى ونازحين من قبل قوى في النزاع، وكذلك التبليغ عن العنف الجنساني. ونحث أطراف على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتأمين ممرات لإجلاء المدنيين وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وكذلك من الضروري بمكان أن
نواجه وضع النازحين في دارفور وكذلك النساء والفتيات اللواتي يهربن من العنف، ونضم صوتنا إلى النداء الموجه للأطراف في النزاع لوقف القتال وسئناف الحوار لتسوية الأزمة في السودان احتراما للمبادئ الديمقراطية وقانون الإنسان، وأخيرا اعتبر أنه من الضروري دعم الجهود الإقليمية والدولية من أجل العودة إلى مسار الانتقال نحو الدستور والديمقراطية كما كان ذلك قد بدأ. شكرا جزيلا كرواتيا. شكرا سيدي الرئيس. نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي وأن خطورة الأزمة الحالية وتعقدها ونطاقها تمثلت في زيادة الإصابات والنزوح والجرحى والهجرة والمعاناة خاصة الفئات المعرضة مثل النساء والأطفال، وندين بشدة الهجمات العسكرية الجارية لتنازع على السلطة، نوجه نداء لجميع الأطراف في السودان من أجل حماية المدنيين بما في ذلك من العنف الجنساني المستند إلى الجنس، ونوجه نداء للأطراف للوقف الفوري للنزاع والقتال والإعراض عن انتهاك حقوق الإنسان ووقف انتهاك القانون الدولي الإنساني، ونركز على الدور الأهم للمجتمع المدني والذي نضل من أجل السلام وضحى من أجل استباب الديمقراطية، ويجب دعم دور المجتمع المدني. سيدي الرئيس، من ضروري مكان ضمان وقف إطلاق النار والنفاذ الإنساني وممرات الإجلاء، ونوجه نداء للسودان من أجل مساءلة عن كل الانتهاكات، وأن السودان هام جدا من أجل الاستقرار وذلك في شمال شرق أفريقيا، وبالطبع أن حياة ألاف الأشخاص في المحك ونخشى أن يأتي الأعظم، ويجب أن نبذل قصارى الجهد لتفاديه. شكرا جزيلا. الكلمة لجمهورية فنزويلا البوليفارية. شكرا حضرة الرئيس. حضرة الرئيس، فنزويلا تقلق لشأن تطور الأزمة في السودان، وبالطبع نود أن أحيي ذكرى الضحايا البريئة، وأن عقد هذه الدورة الخاصة والقرار المقدم لم يحظى بموافقة البلد المعني، إذ أن هذا لا يأخذ بالحسبان المبادرات المحلية والإقليمية من أجل وقف إطلاق النار واستتباب السلام، ويجب أن نؤيد الجهود المبذولة من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وأن نحظى بموافقة البلد المعني، ويجب أن ندعم هذه المبادرات الهامة التي من شأنها أن تضمن حماية القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ونركز على أهمية السلام، ويجب أن تتوقف أعمال التصعيد، وبلد يدافع عن أهداف البطاقة يجب يدعو إلى استئناف الحوار لحماية المدنيين والسلام في المنطقة، وإننا نكرر دعمنا وتمسكنا بمبادئ السلام والصداقة والتضامن بين أمم العالم، وسنواصل دعم السعي إلى حل سلمي للنزاع بالاستناد إلى المبادئ العالمية، احترام السيادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وهي راسخة في ميثاق الأمم المتحدة. شكرا جزيلا. تؤيد مالطا بيان الاتحاد الأوروبي وتعرب عن عميق قلقها بشأن الوضع الحالي لحقوق الإنسان في السودان، ونأسف ذلك أن معظم الاقتتال يتم في المناطق المكتظة بالسكان في الخرطوم والمناطق السكنية الأخرى في البلد، مما يعرض المدنيين للقتل والإصابات، ونأسف أيضا على الاشتباكات العنيفة في العديد من الولايات في دارفور، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى وإلحاق ضرر جسيمة بالبنية التحتية، ونشعر بالقلق حيال الوضع الإنساني المتردي الذي ترتب عن ذلك ويعاني منه أولئك الذين حصروا ونزحوا بسبب القتال، والذين يعجزون عن الوصول للخدمات الأساسية والرعاية الطبية والغذاء والمياه. ندعو الطرفين إلى احترام التزاماتهما بمقتضى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإلى احترام المدنيين والبنى التحتية المدنية على نحو المدارس والمشافي، وهالنا الإبلاغ عن حالات العنف الجنسي والجنساني، وندعو الطرفين إلى اتخاذ تدابير وقائية لمنع ذلك. تحث مالطا على مباشرة تحقيقات مستقلة بشأن تلك الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وندعو الأطراف إلى
تخفيف التوتر وإلى تغليب مصلحة العليا للشعب السوداني. قبرص لكم الكلمة. شكرا جزيلا سيد الرئيس. تعرب قبرص عن تأييدها لبيان الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الأعمال العدائية ترد الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في السودان مما أثر سلبا في وضع النساء والفتيات، وندعو الطرفين إلى وضع حد للأعمال العدائية واحترام التزاماتهما بموجب القانون الدولي الإنساني. ثم حاجة ملحة إلى تزويد الشعب السوداني بالمساعدة اللازمة والحرمان من الوصول الإنساني انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني. تدعم قبرص الجهود الإقليمية والدولية على حد سواء للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام، ونرحب بجهود الوسط الساعية لذلك، كما وأن جهود دول الجوار التي أبقت على حدودها مفتوحة وتقدم يد العون للمحتاجين محل ثناء، كما وأن وقف إطلاق نار وعملية المصالحة وتشكيل حكومة شاملة وإعلاء المساءلة وتمهيد السبيل إلى مرحلة انتقالية في السودان جزء لا يتجزأ من التسوية الشاملة. خلال جهود الإجلاء مؤخرا كانت قبرص مركز عبور آمن، وسنواصل تقديم تلك المساعدة متى ما اقتضى الأمر ذلك لدعم جهود الإجلاء الدولية. وشكرا. شكرا. إثيوبيا. سيدي الرئيس، تؤيد إثيوبيا بيان مندوب كوت ديفوار بالنيابة عن المجموعة الأفريقية وبودنا التقدم بالملاحظات التالية بصفتنا الوطنية. إثيوبيا كبلد مجاور تعرب عن انشغالها حيال الاقتتال الدائر، وتدعو الطرفين إلى وقف الاقتتال والسماح بالإغاثة الإنسانية للأفراد، ونؤكد أن الحل الوحيد هو حل سياسي، وندعو إلى تسوية النزاع بالاستناد إلى مبدأ حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، وإن اتفاق السلام الأخير لتسوية النزاع في شمالي البلد مثال يحتذى به، ونؤكد على أهمية إلاء الأولوية للآليات الوطنية والإقليمية والقارية لتسوية الأزمة، خاصة جهود الإيجاد تحت إشراف الاتحاد الأفريقي وانتشار وتزايد عدد المبادرات وتوازيها أمر غير بناء، وأي آلية جديدة لن يكتب لها النجاح إلا بموافقة السودان بالاستناد إلى مبدأ التكامل. ونشدد على أهمية احترام سيادة السودان الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، ونهاية نعرب عن دعمنا للشعب السوداني الشقيق في هذه الأوقات العصيبة. وشكرا. شكرا جزيلا. إيرلندا لكم الكلمة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نؤيد بيان الاتحاد الأوروبي ونعرب عن انشغالنا حيال التداعيات المدمرة لهذه المرحلة في السودان، وثمة تحديات في حقوق الإنسان وتحديات إنسانية واقتصادية بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. ندين كل الهجمات التي طالت الطواقم الإنسانية الدولية والأصول الإنسانية، فاستهداف العاملين في المجال الصحي والمحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأعمال الانتقامية بحق مدنيين لابد وأن تتوقف، وعمل أولئك أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان الأساسية في السودان. ندعو طرفين إلى تيسير وصول إنساني غير معاق وفوري وحماية المدنيين بمقتضى القانون الدولي. وبما أن الاقتتال يتم في المناطق المأهولة وتستخدم المتفجرات والأسلحة الجوية على المستوطنات التي يقطن بها النازحين والمشافي والمدارس والبنى التحتية الأساسية، فذلك غير مقبول، وعمل المفوضية أساسي لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وتدعم إيرلندا تعزيز الإبلاغ والمتابعة والرصد، وندعو المجلس إلى تحدث بصوت واحد لوضع حد لهذا العنف الغاشم والإعراب عن تضامنه مع الشعب السوداني. إيطاليا. سيدي الرئيس، تؤيد إيطاليا بيان الاتحاد الأوروبي وتعرب عن انشغالها حيال ترتيب الوضع حقوق الإنسان في السودان بعد تفشي الأعمال العدائية في 15 من أبريل نيسان، الأمر الذي أدى إلى خسائر
أرواح وجرحى، خسائر في الأرواح بالمئات وجرحى الآلاف، ونعرب عن قلقنا حيال تفاقم الوضع الإنساني في البلد بالإضافة إلى ارتفاع عدد النازحين داخليا واللاجئين في البلدان المجاورة. تدعو إيطاليا كل الأطراف المعنية إلى وضع حد فوري للاشتباكات المسلحة وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بما فيها المشافي والمدارس، وتمكين من وصول إنساني غير معاق وآمن وسريع. ونرحب بجهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام واستئناف حوار سياسي بغية الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية. ونسعد بالمبادرة المشتركة السعودية الأمريكية في ظل محادثات تنعقد في جدة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، ونعرب عن دعمنا مع للشعب السوداني والذي يطمح إلى مستقبل ديمقراطي ومسالم بدعم المجتمع الدولي. إسرائيل، لكم الكلمة. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. نعرب عن انشغالنا حيال آخر التطورات في السودان وما لذلك من تداعيات. منذ 15 من أبريل نيسان تدعو إسرائيل الأطراف جميعها إلى التحلي بضبط النفس والإحجام عن استهداف المدنيين. بالإضافة إلى ذلك تناشد إسرائيل الأطراف بالعودة إلى مسار المصالحة الوطنية واستكمال عملية الانتقالية على نحو توافقي. منذ اندلاع الاقتتال في البلد عملت إسرائيل عبر قنوات متعددة لإرساء وقف إطلاق نار مستدام، ونسعد بمختلف اتفاقات وقف إطلاق نار في الأسابيع المنصرمة. وتدعو إسرائيل كل الأطراف إلى احترام تلك الاتفاقات للوصول إلى تسوية مستدامة. نيوزيلندا، لكم الكلمة. سيدي الرئيس، نعرب عن انشغالنا حيال الوضع الخطير لحقوق الإنسان في السودان. فقد قتل المئات وجرح الآلاف ومئات الآلاف نزحوا، وهذا لا يشهد على الأثر الكبير للنزاع على الشعب السوداني، ولكن هذه الأرقام لا تقص إلا جانبا واحدا فقط من القصة، فالدمار الذي يلحقه الاقتتال بملايين في ظل هذه الأزمة الإنسانية إنما يعيق الانتقال إلى الديمقراطية ويهدد حقوق الإنسان للشعب السوداني. ندعو الأطراف إلى التفاوض والامتثال لوقف إطلاق نار للتخفيف من المعاناة وضمان الوصول إلى المساعدة الإنسانية، وأيضا السماح والعمل على الوصول إلى حكومة مدنية. سيد الرئيس، تم إبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المقاتلين، خاصة العنف الجنسي والجنساني، وهذا يبعث على القلق. ومن المناسب أن يعقد المجلس دورة مثل هذه وندعم القرار المقدم الذي يعزز ولاية الخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان ويكمل الجهود الإقليمية والدولية الأخرى صوب السلام في السودان. وندعو كل أعضاء المجلس إلى دعم اعتماد القرار. مصر. السيد الرئيس، ينضم وفد بلادي لبياني المجموعتين العربية والأفريقية، وبصفتنا الوطنية نود الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق الذي ترتبط معه بعلاقات تاريخية كدولة جوار مباشر، وتحرص مصر على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وسرعة تلبية الاحتياجات الإنسانية في السودان، ومن ثم نؤكد على ضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق ومؤسسات الدولة السودانية. إن مصر تبذل جهودا مضنية للعمل على تسهيل عبور الوافدين من السودان من المعابر الحدودية وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية اللازمة لهم، ونحث كافة المنظمات الدولية والوكالات الأممية في المجال الإنساني على مضاعفة جهودها وتوفير المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب السوداني. وننتهز الفرصة لنؤكد موقفنا المبدئي الرافض لعقد جلسات المجلس حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول أو إنشاء آليات لمتابعة الأوضاع فيها أو التوسع في ولايات الآليات القائمة بالفعل دون موافقة الدولة المعنية، لا سيما إذا كانت تلك الدولة متعاونة بالفعل مع المجلس وآلياته المختلفة. شكرا سيد رئيس.
I thank you and I'm شكرا. والآن أعطي الكلمة لسلوفينيا. شكرا جزيلا سيد الرئيس. نؤيد بيان الاتحاد الأوروبي ونعرب عن عميق قلقنا بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان. على مدى عقود قدم السودان المأوى للنازحين داخليا واللاجئين في المنطقة، وبالرغم من النزاعات في بعض أجزاء البلد ظل جزء كبير منه ينعم بالسلام، ولكن تغير ذلك الآن بعد اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023. جرح الكثير من المدنيين، قتلوا أو نزحوا، ودمرت البنى التحتية، والاقتتال الحالي بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تهدد أمن وأمان الشعب السوداني وتقوض الانتقال إلى حكومة بحكم مدني. ندين كل الهجمات التي تطال العاملين الإنسانيين ومنظمات المجتمع المدني، وندعو الأطراف جميعها إلى الامتثال إلى التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسانية، وندعو الأطراف أيضا إلى وقف الأعمال العدائية بدون شروط، وإلى العمل على حل سياسي لوضع حد للنزاع الحالي. وشكرا، شكرا جزيلا. العراق لكم الكلمة. يضم العراق صوته إلى بيان المجموعة العربية وبيانات المجموعات السياسية والإقليمية التي ينتمي لها، ويود أن يتقدم بالتعازي لضحايا الأوضاع الأخيرة في السودان، ويعرب عن موقفه الداعم لحكومة وشعب السودان الشقيق. السيد الرئيس، يؤكد العراق على موقفه الداعي إلى ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ويشيد بالمبادرات العربية الرامية إلى دفع طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار والبدء بالحوار باعتباره الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهلي وخدمة لمصالح الشعب السوداني الشقيق. ختاماً، يؤكد العراق موقفه الداعم لوحدة الأراضي السودانية وسلامتها، ومنع جميع التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تخل بأمن المنطقة وتزعزع استقرارها ونبذ العنف وتعريض أرواح الأبرياء إلى القتل. شكرا السيد الرئيس. شكرا. والآن أعطي الكلمة لزيمبابوي. ميكروفون. ندعم بيان الاتحاد الأفريقي، وعلى غرار ما سبقونا إلى الكلام نعرب عن دعمنا للشعب السوداني في هذه الأوقات الحرجة. نأسف على فقدان الأرواح والإضرار بالبنى التحتية الأساسية. أولويتنا الجماعية سيد الرئيس تتمثل في إنهاء الاقتتال وضمان مسارات آمنة لتوصيل المساعدة الإنسانية، وفيما يتعلق بجهود الوساطة الحالية نؤكد أنه ينبغي الاهتمام بمبدأ التكامل، وندعم جهود الوساطة الإقليمية بقيادة الإيجاد وجامعة الدول العربية بدعم الاتحاد الأفريقي لإرساء وقف إطلاق نار وإرساء سلام مستدام في السودان، ونرحب بالمحادثات في جدة لهذا الغرض. ندعو إلى تعبئة المساعدة الإنسانية الملحة خاصة للنازحين داخليا واللاجئين ولكل الفئات الضعيفة. أما عن القرار المعروض علينا اليوم، نؤكد على انشغالنا بشأن كثرة المبادرات وعدم الأخذ بموافقة البلد المعنية. إن تجاهل البلد المعني الذي يتفاعل مع الآليات المعنية بحقوق الإنسان أمر غير مفيد، ومن شأنه أن يقوض من كفاءة هذا المجلس وأدائه ولايته. وشكرا، شكرا جزيلا. المملكة العربية السعودية. السيد الرئيس، إن جمهورية السودان وشعبها الشقيق تمر بأزمة غير مسبوقة، وخيارنا في المملكة العربية السعودية هو بالوقوف إلى جانبها ودعمها للوصول بها إلى بر الأمان، والأولوية في هذه المرحلة إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب لغة الحوار وصوت الحكمة والانخراط في حوار سلمي بهدف إعادة الاستقرار السياسي للسودان وشعبه. سيد الرئيس، إن المملكة استضافت طرفي النزاع في مباحثات أولية في مدينة جدة، وما زالت المباحثات مستمرة، وذلك بدءا من 6 مايو 2023، كما أن الاستضافة هي نتاج تكاتف دولي
وجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية، وتهدف هذه الاستضافة للوصول إلى هدنة ووقف إطلاق نار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما ترحب المملكة في ذات السياق بكافة المبادرات الإقليمية التي تهدف لإنهاء الأزمة والتوصل لاتفاق وإعادة الأمن والاستقرار للسودان. وترى المملكة أنه المسار الأمثل والأنجع عوضاً عن اتخاذ مسارات أو خطوات تعقد المشهد. سيد الرئيس، تؤكد بلادي على ضرورة الاستجابة للوضع الإنساني في السودان، ومن ذلك حماية العمليات الإنسانية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني وتيسير وتأمين عمليات الإجلاء للمدنيين. وفي هذا الشأن أجلت المملكة حوالي 8498 شخصاً ينتمون ل 110 جنسية. وجهت القيادة الكريمة حفظها الله بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة. الرئيس يقاطع المتحدث ويعطي الكلمة لإيران. إيران، you have the floor. إيران، لكم الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الرئيس، نعرب عن موقفنا الداعم لضرورة احترام سيادة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية كمبدأ أساسي للقانون الدولي، ولابد وأن يؤخذ ذلك في الحسبان عند آلاء ولاية مجلس حقوق الإنسان. ونرى بأن الاستخدام الجزافي لهذا النوع من الدورات بدون موافقة الدول يقوض القرارين 2020 و251 ومبادئ الموضوعية والحياد، ومن شأنه أن يعيق التمتع بحقوق الإنسان وقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها. إن المجلس لا ينبغي أن يستغل من أجل المضي قدما بأجندات سياسية وممارسة ضغوط على دول أو أخرى والتلاعب بالتطورات الداخلية. للأسف بعض الأطراف الأجنبية تحاول القيام بهذا الدور من خلال تأجيج الأزمة. بعقد هذه الدورة فنحن نتدخل سلبا ولا نساعد الأطراف المتحاربة ولا السودان. الحل هو حوار بين السودانيين بحلول داخلية. ندعو الأطراف المتنازعة إلى وقف حد للاقتتال العسكري والسعي إلى اجتراح حل عبر الحوار. شكرا. الكلمة الآن للاتحاد الروسي. سيدي الرئيس، نتابع عن كثب تطور الأوضاع في السودان ولمسنا تردي الوضع الإنساني والقصور في الأدوية والأغذية في العديد من أنحاء البلد. ندعو الأطراف المتحاربة إلى التحلي بالإرادة السياسية وإلى اتخاذ تدابير مستعجلة لأعمال وقف إطلاق نار. ونرى بأن التباين لا يمكن أن يسوى إلا على طاولة الحوار والمفاوضات. لابد من اتخاذ تدابير لاستئناف حوار سوداني سوداني ولإسباغ طابع شامل على هذا الحوار. لابد وأن تشرك كل القوى السياسية النافذة والجماعات القبلية خاصة الأعيان القبليين. ونرى بأن التقدم في هذا المجال من شأنه أن يفضي إلى توافق وطني واسع النطاق. وتواصل روسيا الاعتراض على تسييس الملف السوداني في المجلس. تناول هذا الموضوع في المجلس هدام ولا يسهم البتة في تسوية الأزمة السودانية. إن فرض خطط اقتصادية واجتماعية يشكك في مصداقيتها وعمليات لإسباغ الديمقراطية، وكذا تسييس المسائل ذات الصلة بالمساعدة المالية والإنسانية أمر غير مقبول. حري بالشعب السوداني أن يسوي مشاكله بنفسه. المجتمع الدولي بما في ذلك المفوضية لابد وأن يقدم الدعم اللازم لهذا الغرض. وشكرا. النرويج. شكرا سيد الرئيس. كجزء من المجموعة الأساسية نرحب بعقد هذه الجلسة الخاصة، وعلى غرار الآخرين ندين بشدة استمرار العنف ونحث المتحاربين على اعتماد فوري لوقف إطلاق النار. يجب أن تتوقف الأعمال القتالية الآن. وضع المدنيين مأساوي والاحتياجات الإنسانية كبيرة وانتهاكات حقوق الإنسان فادحة. النساء والأطفال سيدفعون الثمن الأغلى، وعليه ندعو كافة الأطراف إلى
باتخاذ إجراءات فورية لإعلاء التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وحماية كافة المدنيين بما في ذلك الأطفال العاملين في الشأن الإنساني والصحي. يجب ضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية الأمنة من دون تأخير ومن دون عوائق، وندعم كافة الجهود لخفض التصعيد وحل الأزمة وتوفير الاحتياجات الإنسانية. ندعم جهود الشعب السوداني لإرساء مستقبل سلمي وديمقراطي. لابد من استعادة المسار السياسي عبر الحوار من المفاوضات وصولا إلى حكومة بقيادة مدنية تكون انتقالية شاملة وديمقراطية. شكرا. الكلمة الآن لليبيا. شكرا سيدي. تضم بلادي صوتها إلى بيانات بياني المجموعة العربية والمجموعة الأفريقية، ونجدد تضامننا مع دولة السودان الشقيق وشعبه وفي هذا الظرف الصعب الذي تمر به، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على استقلال ووحدة وسلامة أراضيه، ونشدد على الأهمية القصوى للعمل على وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بما يخفف من معاناة المدنيين، كما نعرب عن تأييدنا لكافة الجهود الإقليمية الرائمية إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار السياسي بما يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار والانتقال الديمقراطي، وعلى رأسها المبادرة السعودية الأمريكية والحوار الذي تشهده مدينة جدة حاليا. سيد الرئيس، نؤكد على دعمنا لدولة السودان الشقيق وعلى ضرورة احترام وجهة نظر الدولة المعنية وما عبرت عنه من شواغر تجاه عقد هذه الجلسة الخاصة وما قد ينتج عنها من آليات جديدة أو توسيع للآليات القائمة، خاصة في ظل وجود عدد من الآليات الدولية لمتابعة حالة حقوق الإنسان في السودان، وهو ما قد يربك ويعقد عمل هذه الآليات ويحد من فاعليتها. وختاما، ندعو المفوض السامي لحقوق الإنسان لمواصلة تقديم الدعم الفني والتقني لدولة السودان بما يمكنه من تعزيز وحماية حقوق الإنسان. شكرا سيد الرئيس. شاد لكم الكلمة. شكرا سيد الرئيس. وفد بلادي ينضم إلى إعلان المجموعة الأفريقية. نحن دولة مجاورة للسودان ونعرب عن عميق تضامننا مع هذا البلد الجار في هذه الفترة الصعبة. الأمين العام للأمم المتحدة كان قد حذر من تمدد هذه الأزمة أبعد من حدود السودان وألا تهدد عمليات المسار الديمقراطي وعمليات السلام في البلدان المجاورة، ونرحب بهذا الموقف الذي اتخذه هو الأمين العام. نعيد التأكيد على تعلقنا بمبدأ التكامل، ونحن لا نؤيد أي مبادرات متزاوية أحدية قد تعرقل المبادرات القائمة، وعليه نذكر بأن وضع حقوق الإنسان في السودان يدعو للقلق، ولكنه سبق وقد اندرج على جدول أعمال الدورة 53 لمجلس حقوق الإنسان المنوي انعقادها في حزيران يونيو المقبل، وعليه نحن نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون للوصول إلى وقف لإطلاق النار يسمح بنشر المساعدات الإنسانية ووقف النزوح الكبير للسكان مما يؤثر على الدول المجاورة مباشرة. نصلي وندعو بالتوفيق والسلامة لشعب السودان. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة الآن للنيجر. شكرا سيد الرئيس. نؤيد إعلان كوت ديفوار نيابة عن المجموعة الأفريقية، ونود أن نضيف العناصر التالية بصفتنا الوطنية. نعيد التأكيد على تمسكنا الثابت بحقوق الإنسان ومعارضتنا لكل انتهاكات تطال قدسية الإنسان، ولكننا نشكك كثيرا بفعالية عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لمواجهة الوضع الحالي السائد في السودان. نخشى ما نخشاه تحديدا أن نرى هذه الجلسة
تؤثر سلبا على المسار القائم الذي يهدف إلى إعادة السلم وكذا جهود التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان القائمة، وهذا شرط ضروري لإدارة فعالة للوضع الإنساني، خصوصا إذا ما كنا نسعى فعلا إلى حماية أفضل لحقوق الإنسان. ونشير أيضا إلى نقص في المشاورات المسبقة والشفافة مع المجموعة الأفريقية التي نترأسها والتي كنا نفضل أن نشارك فيها. ختاما نعيد التأكيد على دعمنا لمبادرات الإيجاد والاتحاد الأفريقي وكذا أيضا مسار جدة بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من بين مبادرات أخرى لمساعدة السودان على الخروج من هذا الوضع، وندعو باقي أعضاء الأسرة الدولية إلى العمل من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار يكون دائما ويؤدي إلى نشر المساعدات الإنسانية وإطلاق حوار السلم بين الطرفين. شكرا. الكلمة الآن لبيلاروسيا. شكرا سيدي. الوضع في السودان يستدعي حلا سريعا وإنهاء العنف وإعادة الأمن والسلم للمدنيين. إن وفد السودان قد أعرب عن دعمه عن موقفه عفوا من عقد جلسة خاصة، وتجاهل موقف السودان هي ممارسة باتت سائدة في هذا المجلس، أي عقد جلسات خاصة بخلاف رغبة وإرادة الدولة المعنية. ندعو للامتناع عن أي خطوات قد تعرقل مسار المفاوضات، وندعو إلى وقف التصعيد. نحن نؤيد الحوار الداخلي السوداني والاستقرار في هذا البلد، ونؤيد أيضا حلا سريعا للمشاكل الإنسانية. شكرا. الكلمة الآن لنيجيريا. شكرا سيدي الرئيس. نضم صوتنا إلى البيانات نيابة عن المجموعة الأفريقية وموقف السودان الذي يعارض عقد جلسة خاصة تتعلق بوضع حقوق الإنسان في السودان. ندين بشدة قتل المدنيين بما في ذلك الأطفال، لكن الدعوة إلى هذه الجلسة الخاصة إنما هو تجاهل واضح لسيادة واستقلالية السودان، وضرب بعرض الحائط لجهود والتزامات لجنة الاتحاد الأفريقي إيجاد، مجلس الأمن وغيرها من جهود الوسط الإقليمية وصلنا إلى وقف دائم لإطلاق النار. قرار الدول الأعضاء عقد هذه الجلسة من دون استمزاج آراء القارة الأفريقية هو عائق كبير، ونحن نعتبر أن هذا سيقوض جهود الوساطة تحديدا جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأي فرض لآليات على السودان من دون موافقته لن يؤدي إلى النتائج المتوخاة. ونذكر بمبادئ التكامل، ونحث مجلس حقوق الإنسان إلى دعم حكومة السودان في جهودها للوصول إلى حل سلمي لهذا النزاع من خلال التصدي لأي خطوات قد تزيد الوضع تعقيدا. ندعو أعضاء هذا المجلس إلى دعم الجهود القائمة لإعادة السودان إلى مسار الانتقالي والدستوري وتوفير مساعدات الإنسانية بدون أي عوائق. شكرا جزيلا. شكرا. الكلمة الآن لتركيا. سيدي الرئيس، نتابع الأعمال العدوانية العسكرية بكثير من القلق، وقد تكون آثارها مدمرة على شعب السودان وعلى الأشخاص العالقين على الحدود. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى الحوار. نرحب بالمفاوضات المنعقدة في جدة وندعم جهود إيجاد والاتحاد الأفريقي. العودة إلى الحوار هو هدفنا جميعا، ومن هنا نسمي دور الاتحاد الأفريقي ويونيتامز وإيجاد وصولا إلى حكومة بقيادة مدنية. نؤيد الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار وإلى مفاوضات، وفي الوقت نفسه نؤيد مبادئ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وعليه وانطلاقا من هذا المبدأ نحن مستعدون للمساهمة في جهود الاتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليمية الأخرى كالإيجاد. شكرا جزيلا. شكرا. الكلمة الآن للنمسا. شكرا سيدي الرئيس. نضم صوتنا إلى بيان الاتحاد الأوروبي. بعد 3 أسابيع ونصف على انطلاق
أعمال حربية بين قوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وما رافق ذلك من خوف وحرمان وصدمات ومعاناة، فإن وضع حقوق الإنسان في السودان لا يزال يتدهور بشكل مأساوي. نشير بقلق عميق إلى تصاعد العنف والاعتداءات على المدنيين بما في ذلك انتشار العنف الجنسي والجنساني في السودان. النساء والفتيات هن الضحايا الأولى لهذه الأعمال المروعة، وهناك تقارير عن وقوع حالات اغتصاب واعتداء جنسي ومضايقة وتحرش. بالإضافة إلى ذلك القيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام والحصول على المعلومات في السودان تدعونا أيضا إلى عميق القلق. فالصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في المجتمع المدني يواجهون تهديدات و أعمال رقابة تمنعهم من الاطلاع بعملهم المهم. نحن نؤيد مشروع القرار أمامنا، وتحديدا تعزيز الآليات والخبير وولاية الخبير المعين ومكتب المفوضية ودور المفوضة السامي. ندعو كافة الأطراف إلى وقف الأعمال العنفية على الفور وحماية المدنيين والاحترام الكامل لوقف إطلاق النار المستدام واحترام القانون الدولي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الدولي. شكرا. الكلمة الآن لكندا. شكرا سيد الرئيس. تشعر كندا بعميق القلق حال تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان والوضع الإنساني، وندعو إلى وقف فوري لأعمال العنف. لسنا قلقين وحسب لما يحصل في المدن، ولكن أيضا أثر ذلك على المناطق النائية كدارفور. ملايين الأشخاص بحاجة إلى المساعدات، استهدفت المدارس والأطباء والبنى التحتية للتواصل، وهذا أمر غير مقبول. كندا تشعر بالقلق أيضا حال تزايد أعمال العنف والجنسي والجنساني تحديدا مدافعين عن حقوق الإنسان والأطفال. السيد الرئيس، لهذا المجلس دور مهم فيما يتعلق بهذا هذه الأزمة، دور يدعم الجهود الإقليمية وتأسيس حكومة انتقالية بقيادة مدنية. نرحب بمشروع القرار خصوصا أنه يدعو إلى تعزيز ولاية المفوض السامي والخبير المعين. لن يتحقق السلم والأمن الدائمين في السودان من دون احترام كافة حقوق الإنسان، وأي تسوية يجب أن تتضمن أصوات المجتمع المدني والمجموعات السياسية وبناة السلام والصحافة. كندا تدعم شعب السودان ودعوتهم إلى عملية انتقالية بقيادة مدنية سلمية وتطلعاتهم لتحقيق السلم والحرية والعدالة. شكرا. الكلمة الآن لموريتانيا. شكرا سيد الرئيس. يضم وفد بلادي صوته إلى البيانات نيابة عن المجموعتين العربية والأفريقية، ونؤكد تمسكنا لسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي السودان، ونؤكد عن دعمنا الثابت للشعب السوداني في الظروف الصعبة التي يتجاوزها حاليا. نتابع بقلق كبير الوضع السائد في السودان وتدهور الوضع الأمني وأثر ذلك على حياة المواطنين واستقرار البلاد. ندعو كافة الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وإعلاء صوت الحوار ومصالح الشعب السوداني. نعتبر أن الأولوية يجب أن تكون تعزيز الحوار وصولا إلى وقف لإطلاق النار ومواجهة الوضع الإنساني المأساوي ميدانيا. وفي هذا السياق نرحب بالمفاوضات في جدة برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية ووساطة إقليمية من قبل إيجاد والاتحاد الأفريقي. ونعتبر أن الدعوة إلى جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان قد تتعارض مع الجهود القائمة وتقوضها، وعليه ندعو المجتمع الدولي إلى توفير المساعدات الملحة والطارئة للسودان حتى يتم التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة. شكرا جزيلا. شكرا جنوب السودان. شكرا سيد الرئيس. أخذت بلادي علما بالتقرير حول الوضع الحالي في السودان، ونضم صوتنا إلى بيان المجموعة الأفريقية. تابعنا عن كثب وضع الذي ترتب عن الأزمة القائمة في السودان الشقيق.
رغم التحديات التاريخية التي يمر فيها السودان وبموجب مبدأ إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، نحن نعتبر أن الحلول الأفريقية هي الخيار الأمثل للمشاكل الأفريقية، ونظرا للعلاقات التاريخية بين السودان وجنوب السودان عملنا بشكل وثيق لتعزيز والتوسط وصولا إلى تسوية سياسية سلمية مع فيما بين بلداننا. نحن نؤيد مبادرة الإيجاد التي فوضت رؤساء دول وحكومات في 16 من نيسان أبريل 2023 التوجه إلى السودان، وتحديدا السيد سلفا كير ونظيره الكيني ونظيره الجيبوتي من جيبوتي. سيد الرئيس، على ضوء المبادرات السياسية لإيجاد بدعم المجموعة من الاتحاد الأفريقي والمفاوضات القائمة التي بدأت في جدة تحت رعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فإن جنوب السودان تدعو مجلس حقوق الإنسان إلى التفكير في رفع هذا القرار غير المبرر المفروض على السودان. الرئيس مقاطعا أعطي الكلمة الآن لتنزانيا. شكرا سيدي الرئيس لإعطائي الكلمة. إن بلادي تضم صوتها إلى بيان الكوت ديفوار نيابة عن المجموعة الأفريقية، ونضم صوتنا إلى صوته فيما يتعلق بتضامننا مع الشعب السوداني وأيضا عمليات المفاوضات القائمة وصولا إلى حلول سلمية وتوافقية تمهد الطريق للسلم. نشجع المجتمع الدولي إلى تكميل هذه الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتوفير المساعدة الإنسانية المطلوبة، ونشجع على مواصلة التعاون بين السودان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة. شكرا سيد الرئيس. شكرا شكرا شكرا. الكلمة لتونس. سيد الرئيس، تتابع تونس بانشغال تطورات الأحداث الجارية بالسودان الشقيق، وتعرب عن قلقها البالغ لبالت إليه الأوضاع الأمنية وتأثيراتها على العملية السياسية بهذا البلد. تجدد تونس التعبير عن تضامنها التام مع الشعب السوداني والسودان في هذه المرحلة الدقيقة، وتدعو جميع الأطراف السودانية إلى خفض التصعيد وتغليب صوت الحكمة وانتهاج الحوار سبيل لنزع فتل الأزمة فتيل الأزمة ولتحقيق التوافق السياسي حفاظا على استقرار السودان وصول لمقدرات شعبه الشقيق. وتشيد تونس بالجهود الدولية والإقليمية الرامية لإنهاء الصراع، وترحب بدء المباحثات بمدينة جدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يعد الأولوية المطلقة في هذه المرحلة، وفسح المجال لوصول المساعدات الإنسانية وتمهيد الطريق لاستئناف العملية السياسية بملكية سودانية. تؤكد تونس على أهمية دعم المجموعة الدولية لهذه الجهود في إطار الاحترام الكامل لسيادة السودان وحدته وسلامته وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والعمل على تجنب مزيد تأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين. كما تنبه تونس بتعاون السودان مع المفوضية السامية وآليات حقوق الإنسان. شكرا سيد الرئيس. Thank you. And the last. شكرا. الدولة المراقبة الأخيرة على لائحة المتحدثين هي أوغندا. شكرا سيد الرئيس. نضم صوتنا إلى بيان المجموعة الأفريقية، ونحن كدولة في هذا الإقليم تابعنا ما يحصل في السودان على المستوى الإقليمي والوطني. نشعر بعمق القلق حال تدهور الوضع في السودان، تحديدا الخسائر في الأرواح والممتلكات. هذا الوضع لا يؤدي وحسب إلى أزمة إنسانية، ولكن أثاره كبيرة جدا على السلم والأمن. سيدي الرئيس، إن الإيجاد ودول المنطقة قد وافقت على طريقة للتواصل مع القيادة السودانية، وندعو الأسرة الدولية إلى دعم الجهود الإقليمية لدعم السلم والاستقرار في السودان. ندعو إلى الاستجابة لدعوة إيجاد إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. المسألة الأكثر إلحاحا بالنسبة إلينا الآن هي وقف فوري لإطلاق النار. أما بالنسبة إلى وضع حقوق الإنسان وعقد هذه الجلسة، نسأل كيف يمكن أن تتحقق أهداف هذه الجلسة من دون وقف أعمال إطلاق النار والأعمال العدوانية. ومن هنا
نتمنى التوفيق للسودان الدولة المعنية بتحقيق وقف إطلاق النار. شكرا. غينيا الاستوائية يطلبون الكلمة، تفضلوا. بريسيدنتي. شكرا حضرة الرئيس. إن وفد غينيا الاستوائية تضم صوتها إلى بيان المجموعة الأفريقية، وإننا عفوا لست في قائمة المتحدثين، يقول الرئيس مقاطعا كان يجب أن تتسجل في قائمة المتحدثين، أعطيتك الكلمة لأنك رفعت اللافتة ولكنك ليس في القائمة سيدي. I announced 15 minutes after the أعلنت بعد ربع ساعة من بدء الجلسة إقفال قائمة المتحدثين، ومع الأسف سيدي لست في القائمة، لست أدري ما هو طلبك حضرة مندوب غينيا الاستوائية، يقول الرئيس. Como ya había solicitado. أرجو المعذرة، أطلب الكلمة حضرة الرئيس، هل يمكن أن تعطيني الكلمة الرئيس؟ هل يعارض المجلس؟ هل من يعترض على إعطاء الكلمة لغينيا الاستوائية؟ كلا، تفضل سيدي إذن بتناول الكلمة غينيا الاستوائية. شكرا جزيلا حضرة الرئيس. أعتذر عن هذه المقاطعة. إن وفد غينيا الاستوائية يضم صوته إلى بيان المجموعة الأفريقية، ونحن قلقون جدا للوضع، وضع النزاع المسلح بين أشقاء في السودان، والذي أطاح بحياة أكثر من 500 ضحية بريئة، وكان هناك الآلاف من الجرحى والنازحين، وتم تدمير البنى التحتية والمرافق، مما ساهم في زيادة البؤس والجوع في صفوف المدنيين. إن بلدي غينيا الاستوائية لطالما عملت من أجل الوفاق والحوار على أنها الأدوات المفيدة للاستقرار والسلام السياسي، وعلى الأمم المتحدة أن تلعب دورا أكبر وأكثر ملائمة، وهذا لوضع حد لتولي السلطة بالقوة. بعيدا عن طموحات ديمقراطية للشعوب، وهنا نود أن نعرب عن تضامننا مع شعب السودان، ونود أن يضع حد لهذا النزاع المسلح الخطير، إذ أن السكان المدنيين هم الذين يدفعون ثمن الباهظ. نهنئ الأمم المتحدة. شكرا جزيلا. شكرا على احترام الوقت المتاح، وسنواصل بقائمة المتحدثين للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المتخصصة، والمتحدث الأول في القائمة East and Horn of Africa Human Defender Project، مدافعين عن حقوق الإنسان في شرق أفريقيا والقرن الأفريقي. Again, East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project. إذن الكلمة لEast and Horn of Africa، تفضل سيدي. شكرا جزيلا. ولقد عملنا دائما في دعم المدنيين، وذلك في النزاعات المسلحة، وإن الأحداث اليوم في السودان، الصوت قطع الصوت مع الأسف، لم نعد نسمع المتحدث. إذن يتم ذلك على حساب شعب السودان، ونوجه نداء من أجل وضع حد للنزاع
وكذلك دعم المجتمع المدني السوداني ومواكبته نحو الديمقراطية وانقطع الصوت من جديد. I do apologize to the council, but I'm being informed that أخذت علما بأن علينا أن نسوي مشكلة فنية لأن المتحدث لم يكن مسموعا متحدث International Bar Association وبالتالي نعود لإيست أند هورن أوف أفريكا هيومن ديفندرز مرة أخرى على المجلس أن يعنى بموضوع السودان والوضع قاتم والأولوية المطلقة هي وقف إطلاق النار توفير المساعدة واستتباب الرعاية الصحية والممرات الإنسانية للمدنيين وبما أن رسالة عقد هذه الدورة الخاصة مهمة جدا ولكن القرار لا يبعث على الارتياح التام ونوجه نداء منظمات غير الحكومية لاتخاذ تدابير والتعويل على الخبراء وأن المساءلة المجرمين من الأمور الهامة والأليات ولكنها صعبة المنال ولكن إن المساءلة الأخلاقية أيضا قد تلعب دورا رادعا وإن الإفلات من القانون سمح بتفاقم الأوضاع وبهذه الانتهاكات ودون مساءلة سيتكرر العنف وحتى منتصف أبريل نيسان لم تكن هناك محفزات من أجل الأعراض عن استخدام العنف ولم تعطى الأولوية المساءلة إن الأجهزة الأفريقية والمجتمع الدولي يجب أن يبذل قصارى الجهد من أجل مساعدة القوى الديمقراطية على مساءلة نشر هذا البؤس ويجب مساءلة المجرمين. شكرا حضرات الزملاء سنواصل الآن بإعطاء الكلمة لInternational Bar Association الذي انقطع صوتهم قبل. شكرا. نرحب بهذه الدورة الخاصة ولا نزال مشغلين بشأن النزاع في السودان وكذلك تجاهل التام للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان القوى في النزاع وندين قتل المدنيين واستهداف المستشفيات وتمت إصابة 70% منها ونحن مشغلون لتفاقم أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة العنف الجنساني والجنسي وكسر حكم القانون وعلى المدنيين أن يدافع عن أنفسهم إذا أن البنى التحتية انهارت وكذلك مؤسسات الدعم وهناك تقارير عن نزوح السكان وعن استخدامهم كدروع من قبل القوى العسكرية و بالطبع هناك صعوبة في الإجلاء ونود أن نشيد بعمل المدافعين السودانيين عن حقوق الإنسان في ذلك المحامين ودعم للشباب وأيضا حركة المقاومة والأحداث نتيجة مباشرة لإفلات من القانون عند انتهاك حقوق الإنسان على حساب شعب السودان وحقه في الحياة وتقرير المصير. نوجه نداء لوقف حد فوري للقتال ودعم المجتمع المدني الدولي للمساعدة الإنسانية ومواكبة المجتمع المدني السوداني وذلك من أجل بلوغ الديمقراطية والحكم المدني. الكلمة لـ International Service for Human Rights. نحن نشيد بمدافعين عن حقوق الإنسان المتطوعين على إثر الأزمة الإنسانية بالرغم من المخاطر التي تحفو بحياتهم وفي ذلك مزاعم بخيانة وتهديد وقوائم القتل وكذلك الحملات ضد النساء والأطفال. منذ بداية الحرب تم إصابة الآلاف بما في ذلك النساء والأطفال وتم قتل 4 نساء عاملات في القطاع الصحي وكذلك تم استهداف المرافق الصحية والمباني المدنية وكذلك نساء الحوامل فيما كان انتقلنا إلى المستشفيات للولادة وهناك العنف الجنساني والجنسي من الطرفين وهناك 7 حالات اغتصاب على الأقل وهناك أيضا مخاطر الأمن السيبراني وزيادة خطاب الكراهية ومضايقة الجنسية ضد النساء العاملات دفاعا عن
حقوق الإنسان، وهناك عدم توفر في التيار والمياه والرعاية الصحية والصحة الجنسية والجنسابية، وبالطبع هناك عدم مساعدة لضحايا العنف الجنساني، والخدمات المصرفية ليست متوفرة، وهناك نزوح، وأدى ذلك أزمة على الحدود. نوجه نداء لوضع حد للحرب وحماية المدنيين في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، فتح ممرات إنسانية، حماية النساء من العنف الجنساني والجنسي، وكذلك التحقيقات الدولية. وانقطع الصوت. الكلمة الآن الاتحاد الدولي لروابط حقوق رابطات حقوق الإنسان FIDH. نرحب بعقد هذه الدورة الخاصة، وأن العنف بين القوى المتنازعة في السودان أدت إلى وفاة 530 من المدنيين وألاف الإصابات، والعنف الجنسي ومليون من النازحين والملايين يعانون من الأزمة الاقتصادية، إذ أنه الأزمة الإنسانية، إذ أنه تم استهداف البنى التحتية وتمت عرقلة النفاذ إلى الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والمستشفيات والعمل الصحيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. ولقد زاد التوتر بين القبائل في غرب دارفور، وقد يؤدي ذلك لاتساع رقعة النزاع، وأن تقييد حرية التنقل وتعبير عرقلة الحيز المدني، وأن تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بالتهويل والتخويف والتهديد بالعنف والقتل، وكذلك النساء، وأننا ندين استهداف المجتمع المدني الذي يعمل في ظروف هشة ويواجه خطرا، وذلك لخدمة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وأن لفت من القانون في السودان أدى إلى عدم الاستقرار والنزاع والسلام الدائم لا يمكن أن يتحقق دون مساءلة مقترفي الانتهاكات والجرائم. ونواجه نداء 100 منظمة من المجتمع المدني من أجل إنشاء آلية تحقيق مستقلة كأداة من أجل تفادي تكرار ذلك في المستقبل، ويجب تفعيل المساءلة الآن. ولقد انتهى وقت الإدلاء بالبيانات، ويجب الانتقال إلى الأفعال واتخاذ تدابير ملموسة لحماية حقوق إنسان الشعب السودان. شكرا جزيلا. شكرا. المتحدث التالي Human Rights Watch. سيد الرئيس، إن الأسابيع الأربعة الماضية أظهرت خطورة النزاع في السودان ووطأته على المدنيين واستخدام الأسلحة الثقيلة في الأماكن المدنية المكتظة بالسكان واستهداف البنى التحتية والمستشفيات والمدنيين الذين لا يمكنهم الهرب، ولقد قتل وأصيب الآلاف منهم ونزح الملايين وذهبوا إلى الحدود. واليوم نحن هنا جزئيا بسبب الفشل في معالجة عقود من الانفلات في السودان وعدم معاقبة المقترفين من قبل القوى الدعم السريعة. وبالطبع كانت هذه أمنية أن السودان اعتمدت المسار الملائم، ولكن الأمور تفاقمت، وبالطبع التدابير لم تجري على ما يرام. يجب اتخاذ تدابير لوضع حد للفلات من القانون مما أدى إلى النزاع، وهناك فشل جماعي وتم فشل في جعل هذه الدورة تعالج موضوع المساءلة التي طالبت بها المنظمات، ويجب تصويب ذلك عندما يلتقي المجلس بعد أسابيع من الآن لوضع حد للإفلات من القانون. ويجب موصلة الرصد من قبل مكتب حقوق الإنسان والخبير المعين واتخاذ تدابير لوقف الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان ودفع عجلة المساءلة. الكلمة للمنظمة العالمية ضد التعذيب. سيدي الرئيس، إن منظمتنا مجموعة جيزة ومنصة حقوق الإنسان قلقة بشأن النزاع المسلح الذي أدى إلى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، وتم قتل أكثر من 400 مدني، وهناك الآلاف من النازحين دون النفاذ إلى الرعاية الصحية أو الغذاء أو المياه، وهناك أسباب لم يبلغ عنها بسبب الأمن، وضع الأمني، وبسبب الإطاحة بالمرافق الطبية، وأن وضع المدافعين حقوق الإنسان يبعث على القلق، وهناك النشطين والصحفيين والأطباء الذين يستهدفون من الأطراف في النزاع ويعرضون حياتهم للخطر عندما يتولون واجباتهم كل يوم، وإن النازحين واللاجئين ذهبوا إلى الحدود المصرية والدول الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية، ولكنهم أعيدوا وشجعوا إلى العودة عبر
مرفأ السودان، وبالطبع هناك أيضا خطر تحول ذلك إلى نزاع عرقي في الجنة وفي غرب الدارفور وكذلك المناطق المجاورة، وهذا الوضع يتطلب اتخاذ تدابير ملحة من الأمم المتحدة وبعثة رصد وكذلك المساءلة وتقديم برامج مساعدة في ذلك حماية المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنازحين الداخليين. وبالطبع هذا يجب أن يعزز الجهود الإقليمية، والعدالة وحدها ستأتي بالسلام في السودان. شكرا. والآن نستمع إلى Christian Solidarity Worldwide. يواصل الغاز العسكريون تغيير فصل الانتقال في السودان بشكل ممنهج مع تحمل المدنيين والأطراف عليه. يجب على هذا المجلس أن يقف بحزم مع الشعب السوداني في الدعوة لوقف فوري وغير مسوف في النار، والتأكيد على أن الهجمات على المدنيين بما فيها المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجالين الطبي والإنساني واللاجئين وكذا الحال استهدف المستشفيات ودور العبادة بشكل انتهاكا صارخا لغير الدول الإنسانية وحقوق الإنسان وتحوي جريمة حرب لن تمر دون عقاب. في 17 أبريل تم الاستيلاء على الكنيسة الأسقفية في الخرطوم واستخدامها كقاعدة عسكرية من بلوغ الدعم السريع، وأجبروا حوالي 40 شخصا كانوا يحتمون بها بما فيهم كبير الساقف وعائلته على المغادرة بعد اعتداء جسد على بعضهم. وفي بحري تم غصب الكنيسة الإنجيلية وحرقها جزئيا. نحث هذا المجلس على إعادة التأكيد على حرمة المنشآت الدينية والثقافية والطبية وتعزيز ومواصلة الفحص الدقيق لأوضاع السودانيين واللاجئين والفئات الضعيفة الأخرى في عقاب الجعب على الأجانب، وضمان تبليغ الجناة الذين يستهدفون المدنيين والمنشآت المدنية أنهم لا محالة خاضعين للمساءلة. أخيرا، فإن أي محاولة لاستعادة الاستقرار على حساب العدالة والمساءلة وبدون مشاركة فعالة للمدنيين في عملية تحقيق السلام والاستقرار لن تصمد طويلا، بينما التزاما طويل الأمد من جانب هذا المجلس بدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها قد يشكل ضمانا لسلام عادل ومستدام. شكرا جزيلا. Thank you. And the next video will be the Frontline, the international. الكلمة لFrontline Defenders. نعمل من أجل حماية حقوق الإنسان المعرض للخطر، ومنذ اندلاع نزاع في منتصف أبريل السالفة إن المدافعين عن حقوق الإنسان في السودان يواجهون خطر القتل وتلقوا تهديدات بالقتل من جميع الأطراف في النزاع، وأن المتطرفين ندوا من أجل فتوى لقتل الصحفيين والقادة المجتمع المدني، وأن المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون ظروفا قاتمة وتبعث على القلق وعدم النفاذ إلى الإمدادات والتيار الكهربائي والإنترنت والخدمات المصرفية، وهذا يحد من إمكانياتهم على العمل تقديم عملهم الضروري دعم من هم بحاجة إليهم وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ورفع التقارير إلى الشركاء، ويواجهون مخاطر الثأر. وفي الأسبوع الماضي إن المدافع محمد أحمد ومحمد جمال اعتقلوا وعذبوا من السلطات العسكرية السودانية فيما كانوا يقدمون رعاية طبية، واقتطعت أيديهم ولقد حلقت رؤوسهم من أجل إهانتهم قبل إطلاق سراحهم. ونوجه نداء لجميع الأطراف لوقف القتال فورا وضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ليطلعوا بمهامهم في ذلك وقنوات الاتصالات المأمونة وخدمات المصرفية. ونوجه نداء لمجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء آلية تحقيقية دولية من أجل الحرص على مساءلة انتهاكات حقوق الإنسان. شكرا حضرة الرئيس. الكلمة إذن منظمة القضاء على جميع ضروب التمييز العنصري إيفورد. شكرا حضرة الرئيس. نرحب بعقد هذه الدورة الخاصة استجابة للوضع الإنساني الطارئ في البلاد، وإن الإصابات لا تبعث على أي شك في ضرورة مواجهة هذه الأزمة الإنسانية التي تصيب المدنيين، وبالطبع يجب أن نفات ضمان النفاذ للمساعدة الإنسانية وحماية العاملين، وهناك 15 مليون بحاجة إلى مساعدة ثلث سكان السودان، وهذا قبل الأزمة. وهناك شهادات تبعث على القلق بشأن الاقتصاد الهش والنظام الرعاية الصحية، والآن هناك انقطاع في المياه والكهرباء والإمدادات الطبية، ومن يتواجد في أماكن نيران متقطعة واستهداف المرافق الصحية. وبالطبع ازداد عدد النازحين في الأسبوع الماضي، ونوجه نداء لاتخاذ تدابير طارئة لمساعدة النازحين
وأيضا في البلدان المجاورة في هذه الفترة، وإن منظمتنا ومركز جنيف للعدالة يحط جميع الأطراف من أجل حماية المدنيين وإجلائهم من منازلهم وضمان سلامة الألاف الذين غادروا، ونوجه نداء لوقف القتال واحترام مبادئ القانون الدولي وخاصة تحضير استهداف المدنيين. شكرا جزيلا، سنواصل بالاستماع إلى أمنستي انترناشونال. سيدي الرئيس، نرحب بعقد هذه الدورة الاستثنائية في لحظات حاسمة. منذ 2018 نظم الشعب السوداني موجات من الاحتجاجات في الخرطوم، وفي كثير من الأحيان طالبوا بنظام يعزز حقوقهم ويحميها بشكل أفضل، وثمت انتهاكات خطيرة ارتكبها كلا القائدان المقتتلان في دارفور، وهذه القوى سعت معا لسحق الاحتجاجات منذ 2018، ثم قامت معا بانقلاب ضد الحكومة في البلد في أكتوبر 2021. تنتهك هذه القوات القانون الدولي الإنساني، والآن تتصارع مع بعضها البعض كما أشار إليه العديد من المتحدثين اليوم، وأدى ذلك إلى معاناة في صفوف المدنيين، ولابد من وقف ذلك. أن ندعو الدول إلى فتح أروقة آمنة وإلى ضمان الحماية لمن يفرون من السودان والامتناع عن الإعادة القسرية. وثمة تاريخ طويل من الإفلات من العقاب مما أدى إلى الوضع الحالي، ينبغي العمل في ظل الجهود الإقليمية ودون الإقليمية والدولية لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب، ولابد من تعزيز آليات المساءلة كما دعت إلى ذلك المنظمات غير الحكومية. هذا ما نحتاجه، وهذا ما ينبغي أن يحصل اليوم، وندعو المنظمات إلى دعم هذا القرار وإلى وضع آلية للمساءلة في أقرب الأجل. وشكرا. شكرا. الكلمة الآن لأسوسيشن معونة فور هيومن رايتس أند إميجريشن. شكرا جزيلا سيدي الرئيس، نرحب بعقد هذه الدورة الاستثنائية ونعرب عن انشغالنا حيال انتهاك حقوق الإنسان من قبيل قتل المدنيين والهجمات العشوائية على المشافية. وبعد ما حصل بعد شهرين من التصعيد، نؤكد بأن العديد من السودانيين يعولون على المساعدة الإنسانية بالملايين، وثلث السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد والعنف الحالي، إنما يفاقم من الأزمة خاصة تقييد وصول العاملين الإنسانيين إلى المحتاجين، كما وأننا نشهد أزمة أمنية واقتصادية، ويتعرض السودانيون إلى انتهاكات حقوق الإنسان والاحتجاز التعسفي والاحتجاز والتوقيف التعسفي أيضا والهجمات والقتل والنهب ومنع النفاذ إلى الخدمات الصحية. ندعو الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المحتاجين، كما وأن ما يحصل في السودان هو مثال عما قد يؤدي إليه وصول القوات شبه العسكرية والمرتزقة إلى سدة الحكم. لطالما شهدنا أوضاعا مماثلة في بلدان أخرى على غرار اليمن والعراق، نؤكد على موقفنا الداعي إلى احترام سيادة القانون وإلى مؤسسات وطنية مستقلة. وشكرا. شكرا جزيلا. الكلمة الآن لمات فور بيس عبر الفيديو. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. تود معت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تعرب عن تقديرها للمجموعة الأساسية لمشروع القرار هذا. نقدر بشكل خاص البند الذي يشير إلى تعزيز الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان ليشمل مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين. فنحن نعتقد أن المدخلات من أكثر من واحد من أصحاب المصلحة سيؤدي إلى تعدد الأبعاد، سيؤدي إلى حوار متعدد الأبعاد. نعتقد أن الفقرة السادسة من المنطوق تتطلب مزيدا من التفاصيل إذا ما أردنا أن نحدد مبادئ توجيهية حول كيفية قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للسكان المعرضين للخطر في السودان من دون المخاطرة بالأمن القومي للدول الأعضاء المجاورة التي قد توفر اللجوء. كما نقترح أيضا إضافة بند يدعو إلى الإنشاء العاجل لمحكمة مختلطة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الفظائع الماضية بغض النظر عن انتمائهم أو مناصبهم، وذلك من أجل ردع الجنات الحاليين عن تكرار هذه الفظائع وضمان عدم التكرار. شكرا سيد الرئيس.
شكرا ميزان سنتر فور هيومن رايتس بالحضور الشخصية. شكرا جزيلا سيدي الرئيس. التقارير المتزايدة عن العنف وانتهاك حقوق الإنسان في النزاع السودانية مصدر قلق بالغ مما يعلل هذه الدورة الاستثنائية في هذه اللحظة الحرجة في تاريخ السودان. نعرب عن قلقنا حيال الأعمال العدائية في المناطق المأهولة بالسكان واستخدام وسائل الحرب غير القانونية واستهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وذلك يأتي على مبادئ القانون الإنساني والدولي وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والتوخي الاحتياط، كما أملى ذلك القانون الدولي العرفي واتفاقية جنيف والتي ينبغي أن تحترم من جميع الأطراف. كما وندين أيضا إعاقة وصول المساعدات إلى المدنيين في السودان، وندعو إلى فتح ممرات إنسانية والسماح للمؤسسات الإنسانية بأداء عملها على نحو آمن وفي الوقت المناسب، وعلى المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لاحتواء الوضع الإنساني المتفاقم في السودان والذي قد يؤدي وفقا لمفوضية شؤون اللاجئين إلى هجرة على نطاق واسع، وندعو دول الجوار إلى الالتزام بحقوق الإنسان وإبقاء حدودها مفتوحة وتبسيط إجراءات اللجوء وضمان مبدأ عدم الإعادة القسرية. وأخيرا ندين بشدة الأعمال العدائية الحالية، وندعو الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والسعي إلى تخفيض الصراع والوصول إلى تسوية مشتركة ودائمة للنزاع السوداني. نواصل والآن رونكونتر أفريكان بور لا ديفونس دي دووا دو لوم. سيدي الرئيس، نسعد بعقد هذه الدورة الاستثنائية الثالثة من نوعها منذ إنشاء هذا المجلس بعد 4 أسابيع من احتدام العنف والانتهاكات في السودان. لازلنا نشهد جثث ملقية في شوارع الخرطوم بغض النظر عن حالات النزوح الداخلية واللجوء إلى بلدان الجوار. ندين تواصل القصف الجوي الغاشم على المدنيين وتدمير الديار والمشافي ونهب المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى بعد الإبادة الجماعية في دارفور وتهاوي النظام البائد للبشير. تنامى أمل بالديمقراطية والحرية والعدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، ولكن أخفقت تلك الأمل، وآن الأوان لتعبئ الأسرة الدولية جهودها لدعم الحوار السياسي وأيضا التدخل عسكريا لحماية المدنيين. نحن منشغلون حيال خطابات الكراهية وتجليات العنصرية بين مختلف القبائل والجماعات الإثنية، وندعو كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات. وشكرا، شكرا جزيلا. والآن برود ناشونال موفمنت. السيد الرئيس، السادة الأعضاء، الشكر كل الشكر لإقامة هذه الجلسة الخاصة ونيابة عن الزملاء في الجبهة الوطنية العريضة. في البداية نترحم على أرواح شهداء الحرب وندعو إلى وقف الحرب الدائرة والتي تمثل جريمة حرب وفق المادة 8 من ميثاق روما المنشي لمحكمة الجنايات الدولية، والتي اتخذ فيها المدنيين كدروع بشرية مما خلق كارثة حقيقية داخل البلاد. ومن واقع مسؤوليتكم الإنسانية والمنصوص عليها في كثير من المعاهدات التي تحمي المدنيين العزل في وقت وقف من مسؤوليتكم الإنسانية والمنصوص عليها، نرجو وقف الحرب والعمل على تقديم العون والصحي لجميع المتضررين وتسهيل الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات واتخاذ والغذاء وتوفير العلاج وحماية المستشفيات ودور العبادة. كما نطالب المجتمع الدولي بتصنيف القيادات الإسلامية داخل الجيش وكتائبهم الجهادية من كتائب ظل وأمن شعبي وطلابي وكتائب ميليشيات، الدعم السريع تنظيمات إرهابية تهدد السلم والأمن الدولي. شكرا. Thank you. And now let me invite Interfaith International. Interfaith. سيدي الرئيس، إن تفاقم حالة العنف في السودان إنما هي نتيجة فشل العملية الانتقالية والإفلات من العقوبة، خصوصا في أعقاب عملية الإبادة الجماعية في دارفور. نحن ندين
الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل ونهب المستودعات التي فيها مساعدات إنسانية وقصف الأماكن المأهولة. وكالات الأمم المتحدة، الصحفيين، مدافعين عن حقوق الإنسان، وكلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. ندعو إلى حماية المرافق الصحية والطبية لإنقاذ الأرواح. نحن نؤيد إنشاء لجنة تحقيق دولية وإعداد خبير مستقل لمرافقة هذا البلد حتى لا يصل إلى مرحلة الإبادة العرقية. ختاما، نعيد التأكيد عن تمسكنا بسلامة، سيادة، وحدة، استقلالية وسلامة أراضي السودان. شكرا جزيلا. شكرا. معهد حقوق الإنسان. شكرا سيدي الرئيس. إن معهد أنا يشعر بعميق القلق حال تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان بعد ما حصل منذ شهر نيسان أبريل من هذا العام. وضع النازحين واللاجئين يدعو للقلق. وفقا للأمم المتحدة، حوالي 700 ألف شخص نزحوا داخليا، والتقارير تشير إلى أن الأرقام تزداد يوميا. وهناك خطر يطال الأمن الغذائي مع الأعمال العنف التي طالت مثلا أسواق مهمة كسوق نيالا في جنوب، عفوا، في عاصمة جنوب الدارفور. نقابة الأطباء السودانية أشارت إلى أن 60 من أصل 88 مستشفى قرب مناطق النزاع لا تزال مغلقة. الأطباء والعاملين في القطاع الطبي يواجهون القمع والتهديد والعنف. نحن نعتبر أن المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان يجب أن يستعملوا كل الآليات المتاحة لتيسير وقف الأعمال العدوانية على الفور وتوفير المساعدات الإنسانية للأشخاص خاص المتأثرين. هذا فقط يمكنه أن يساعدنا على تجنب وقوع كارثة إنسانية. شكرا. معهد حرية الصحفيين وسلامتهم. شكرا سيدي الرئيس. نشعر بعميق القلق حيال تدهور وضع حقوق الإنسان في السودان منذ 15 من نيسان أبريل من هذا العام. فالنزاع المسلح استهدف بشكل عشوائي البنى التحتية المدنية والمدنيين العزل، مما أدى إلى وفاة أكثر من 600 شخص. الخسائر في الأرواح هي أمر أساسي، ولكن هذا النزاع أيضا سقط فيه كثير من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، مما زاد من التحديات التي ترافق عملهم. بعد الانقلاب العسكري في العام 2021، أدخلت السلطات السودانية جملة من القيود على حرية التعبير وقيود على استعمال الإنترنت والمنشآت الصحفية، و ضايقت وعذبت وأوقفت الصحفيين خلال تغطيتهم للمظاهرات. وقد شهدنا خلال النزاع كيف أن مقر الراديو والتلفزيون قد استهدف. وسائل الإعلام المحلية والدولية تشير إلى تقارير تطال الصحفيين من كافة المجموعات المسلحة. ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة من خلال آلية تضمن سلامة وأمن شعب السودان. شكرا جزيلا. شكرا. المتحدث الأخير، المركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان أو لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. شكرا سيد الرئيس. نضم صوتنا إلى الملاحظات السابقة فيما يتعلق بهذه الجلسة. لا أحد يعرف الأعداد الدقيقة للضحايا من مدنيين وعسكريين، ولكن الأدلة تؤدي إلى تبين أن القصف عشوائي وبالمدفعية الثقيلة. المواجهات العسكرية الحالية أطاحت بأمل وتطلعات الشعب السوداني بحياة أفضل وبعملية انتقالية سلمية وصولا إلى حكم مدني وتمتع بالحريات الديمقراطية. هذا التطور الأخير دمر حلم السودانيين بالعودة إلى ديارهم. سيدي الرئيس،
ونذكركم بأن وضع في السودان أمام مجلس حقوق الإنسان منذ أكثر من 3 عقود، ولكن لم نشهد أي تطور على مستوى ممارسات حقوق الإنسان في البلاد. السودان دولة أفريقية، ولكن العنصرية والتمييز والعنصرية على مستوى الاختلافات القبلية والإثنية هي في صلب هذا النزاع وفي صلب دوامة العنف التي تطيح بها البلاد. أنا الأوان للسودان للتعامل مع جذور النزاعات المسلحة، وأنا الأوان للمجتمع الدولي إلى التعامل مع أسباب المرض وليس فقط مظاهر المرض. شكرا أصحاب السعادة، السيدات والسادة، انتهينا من لائحة المتحدثين. أشكركم على مساهماتكم ومشاركتكم النشطة. أشكر المترجمين الفوريين لأنهم أتاحوا المجال لنا لكي ننتهي من لائحة المتحدثين المخصصة لهذا الصباح. أنهينا هذه الجلسة الصباحية ونعاود الاجتماع في 3 من بعد الظهر لكي نواصل مناقشة مسودة القرار A على HRC على S36 على L1. أعلن انتهاء الجزء الأول من الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان. نعاود الاجتماع في تمام الساعة 3 من بعد الظهر.